كده حضراتكم شايفين الشاشة بتاعتي؟ واضحة. طيب تمام تمام احنا النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض تدريب بدأناه المرة اللي فاتت عن مايكروسوفت تيمز، وقلنا طبعا برنامج مايكروسوفت تيمز من البرامج المتميزة جدا الموجودة على حزمة برامج اوفيس 365، اللي بتمكني ان انا استخدم كل تطبيقات اوفيس 365 دون الخروج عن البرنامج. برنامج مايكروسوفت تيمز زي ما حضراتكم شايفين اقدر استخدمه في ان انا اعمل شات او محادثة او دردشة مع احد الاصدقاء او مع احد الزملاء في العمل، اقدر استخدمه في ان انا اتشارك ملفات، اقدر استخدمه في ان انا ابعت ايميل، اقدر استخدمه في ان انا اعمل فصل افتراضي يضم مجموعة الطلبة الموجودين عندي في الفصل ومجموعة المعلمين، او ان انا اعمل منصة تعليمية تشمل كل الطلاب وكل المعلمين الموجودين عندي في المدرسة بما فيه المادة العلمية والمحتوى اللي انا بقدمه كمعلم. فهو برنامج يعني متميز جدا، في امكانيات كتيرة جدا، يمكن احنا تطرقنا لبعض المميزات الموجودة فيه في المحاضرة السابقة، وان شاء الله مع بعض بإذن الله هنكمل، هنراجع اللي احنا خدناه ان شاء الله وهنكمل مع بعض الجزئيات الجديدة في برنامج مايكروسوفت تيمز. طبعا من مميزات البرنامج ان انا اقدر اتعامل معاه سواء على ديسكتوب، على لابتوب عندي على الجهاز، او على التابلت او على الموبايل. يعني انا اقدر انزل البرنامج باشكاله المختلفة، نفس التطبيق اقدر استخدمه على اللابتوب او على الموبايل او على التابلت اللوحي بتاعي. وطبعا بدخل بحسابي على اوفيس 365، فمثلا على سبيل المثال لو انا عندي البرنامج ومنزلاه على اللابتوب وعندي موجود على الموبايل، بقدر ان انا اعمل مزامنه. لو انا مش موجود او مفيش امكانيه ان انا اشتغل على البرنامج من على اللابتوب، انا معايا الموبايل في اي مكان، اقدر ان انا اتابع كل الاشعارات، كل الفايلز، كل الرسائل، كل الشات اللي بتحصل بيني وبين الزملاء او الاصدقاء الموجودين معايا على برنامج مايكروسوفت تيمز. فدي ميزه ان انا بنزل البرنامج على اكتر من جهاز سواء على اللابتوب او على الموبايل. طبعا في البدايه كده احنا المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا ايه هو برنامج مايكروسوفت تيمز، وقلنا ان هو من البرامج المتميزه جدا اللي يعني لازم كمعلمين ان احنا نستخدمها ونعرف امكانياتها ونشوف ازاي ان انا اطبقها عندي داخل الفصل الدراسي بتاعي. وفي التدريب ان شاء الله هنتعرف تاني او هنراجع مع بعض تاني على الواجهه الخاصه بالبرنامج والمكونات الاساسيه للواجهه، وازاي ان انا اقدر استخدم البرنامج ده في عمليه التعليم سواء في عملية التدريس أو إن الطالب يقدر يستخدمه في عملية التعلم عن بعد أو في التواصل بيني وبين الطلاب داخل البرنامج. أنا يعني قسمت كده الجلسات التدريبية من وجهة نظري على مجموعة من الدروس زي ما حضراتكم شايفين هنا، إن إحنا طبعاً في البداية بنتعرف إزاي إن أنا أسجل دخول على البرنامج، إزاي أوصل للتطبيق، طبعا مكونات البرنامج وشكله والكلام ده كله اساسياته دي المفروض ان احنا نكون برضو على علم بيها، ازاي طبعا ان انا انشئ فريق. طبعا من اسم البرنامج هو اسمه تيمز يعني فرق، الهدف منه الاساسي ان انا بنشئ فريق، هو ده مربط الفرس بالنسبه لي في التعامل مع برنامج مايكروسوفت تيمز. ازاي انشئ فريق؟ فريق يعني مجموعه بتضم مجموعه من الاشخاص، يعني معلم وطلاب، يعني مثلا مدير والمدرسين الموجودين تحت ايديه وهكذا. وازاي ان انا اقدر ادير الفريق ده؟ احنا بالنسبه لنا كمعلمين احنا بنشير لكلمه فريق على ان هي فصل دراسي او فصل افتراضي بيضم المعلم ومجموعه من الطلاب او معلمين ومجموعه من الطلاب. بعد اذن حضرتك بقى المايكات، معلش انت خلصت اهو الميكروفونات بس لو سمحتي. طيب طبعا البرنامج يعني طبعا مستخدميه هم اللي ليهم حساب على اوفيس 365، فاحنا بنستخدمه للغرض التعليمي. فلما انا اقول منشور او بوست او اعلان بعمله على برنامج مايكروسوفت تيمز يعني اعلان تعليمي، لو انا بعمل شات مع احد الزملاء يبقى الشات دي او الدردشه دي بغرض ان انا بنقل له ماده تعليميه او ماده علميه معينه. الفكرة اللي أنا عايزة أقولها إن أنا مش بستخدمه اللي أنا أقول مثلا أهلا وسهلا أو كل سنة وحضراتكم طيبين أو يعني كلام من الدردشة اللي احنا بنعملها على وسائل التواصل، لأ أنا بستخدم البرنامج في تصميم بوست أو منشورات أو إعلانات تعليمية ليها غرض تعليمي، أو أنا بوصل محتوى
او رساله معينه من خلال المنشورات دي. في الجزئيه الخامسه طبعا هنتعلم ازاي ان احنا ننشئ ملفات، وازاي ان احنا نرفع ملفات داخل برنامج مايكروسوفت تيم او داخل التيم اللي احنا هنشتغل عليه، وازاي ان احنا نتشارك ونحاول ان احنا نشتغل في ملف واحد ويبقى عمليه التواصل لايف وسهله بالنسبه لي داخل برنامج مايكروسوفت تيمز. مش بالضروره ان انا اخرج براه، لا انا جوه البرنامج كل شيء انا اقدر اعمله بعمله من خلال البرنامج داخل البرنامج. طيب في جزئيه طبعا مهمه جدا داخل البرنامج بتهمنا، اللي هي الواجبات. احنا كمعلمين دايما بنهتم بالواجبات، او بنهتم ان احنا نعمل تقييم للطلبه. ازاي ان انا اقدر استخدم ده داخل برنامج مايكروسوفت تيمز، وازاي ان انا كمان اقدر ان انا اعمل لها عمليه تصحيح او ادي للطالب درجه داخل الفريق او داخل الفصل الافتراضي اللي انا انشاته واللي هو بيضمني كمعلم ومجموعه من الطلاب. في الجزئيه السابعه ان شاء الله هنتكلم عن المؤتمرات او الاجتماعات، ازاي ان انا اعمل اجتماع يضم الطلاب يضم الزملاء زي ما انا عامله مع حضراتكم هنا، وان شاء الله باذن الله يكون لينا نصيب في الاجتماع بتاع النهارده ونتكلم على النقطه دي. ازاي ان انا اضيف برامج داخل مايكروسوفت تيمز، ازاي ان انا اضيف مواقع داخل برنامج مايكروسوفت تيمز واتعامل معاها. يعني هل انا ممكن اضيف لينكس او ويب بيجز جوه البرنامج واتعامل معاها، مش شرط ان انا اخرج واستخدمها، لا انا بدخل جوه البرنامج او بقوم بدمج او بتضمين مجموعه من الروابط، مجموعه من المواقع اللي انا بستخدمها واللي هتفيدني داخل التيم او داخل الفريق او داخل الفصل الافتراضي اللي انا انشاته مع الطلاب. ازاي ان انا اعمل متابعه على اداء الطلاب، وده تطبيق مضاف مؤخرا على برنامج مايكروسوفت تيمز هنشوفه ان شاء الله مع بعض، هو اسمه بالانجلش انسايتس. ازاي ان انا اعمل متابعه على اداء الطلاب داخل الفصل او داخل التيم اللي انا انشاته. وفي النهايه طبعا هنتكلم، وده طبعا هيكون في محاضره منفصله، ازاي ان انا اعمل دفتر ملاحظات، او ازاي ان انا اعمل دفتر. تخيلوا كده معايا ان انا بعمل كراسه، الكراسه دي فيها كل او بورتفوليو، خلينا نقول بورتفوليو، في كل الماده التعليميه اللي المعلم عايز يقدمها للطالب، في كل الواجبات او الفايلات او الملفات اللي عايز المعلم يقدمها للطالب. وبتبدا عمليه التشارك، بيبدا المعلم يبعت الواجبات دي ويبدا الطالب يردها للمعلم، ويبدا المعلم يصحح الواجبات دي. يبقى انا بنشئ بورتفوليو او ملف كامل داخل برنامج مايكروسوفت تيمز. يعني انا من وجهه نظري شايفه ان المحاور اللي احنا اتعرضنا لها او اللي احنا يعني شايفينها قدامنا هتبقى بالنسبه لنا يعني تشمل البرنامج، وهتبقى مفيده بالنسبه لنا كمعلمين. قبل ما اروح للبرنامج حاب اعرض على حضراتكم بس فكره معينه احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وقلنا ايه هو الدومين او ايه هو النطاق. الدومين يعني المؤسسه او المنظمه اللي انا تابع ليها. كلنا لينا حساب على اوفيس 365، بس وزاره التربيه والتعليم عامله لنا هنا دومينز او عامله لنا نطاقات مقسمه فيها المدرسين، مقسمه فيها العاملين بمختلف تخصصاتهم. يعني على سبيل المثال في عندي دومين اللي هو الخاص بالعاملين في وزاره التربيه والتعليم، اللي هو موجود عندي ده اللي هو بيبقى بعد علامه الات، وطبعا علامه الات لما باجي اجيبها على الكيبورد بتبقى بشيفت ورقم 2. فعندي الدومين الخاص بالعاملين على وزاره التربيه والتعليم moe.edu.eg، وطبعا قبل علامه الاد بيبقى عندي هنا اليوزر نيم او الاسم الخاص بحضرتك. وكلنا طبعا متفقين او كلنا في شكل واحد ان اليوزر نيم بتاعنا بيكون الاسم الاول ونقطه والكود الخاص بحضرتك. في عندي دومين تاني اللي هو t1.moe.edu.eg، في دومين t2، في دومين t3، في دومين tt2، في tse اللي هو خاص بمعلمين الحاسب الآلي أو العاملين في مجال التطوير التكنولوجي أو في مراكز التطوير التكنولوجي سواء في المديريات أو في أماكن أخرى، يعني في الإدارات أو كده. ليه إحنا بنقول فكرة الدومين؟ لأن إحنا بنتعامل في برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال الدومين. يعني إحنا كلنا لو مجموعة من المعاملين أو مجموعة من المدرسين بيقعوا تحت دومين واحد، فهم داخل التيم أو داخل الفريق بيعتبروا أعضاء. غير كده او الناس اللي موجودين على نطاقات تانية او على دومينز تانية فهم بالنسبة لنا بيعتبروا ضيوف. ويمكن احنا شفنا النقطة دي في التدريب اللي فات لما جينا ناخد الايميلز ونبدأ نضيف الناس ونشوف مين اللي اقدر اضيفه كعضو او ممبر،
ومين اللي انا اقدر اضيفه كجست الموجود عندي. يعني انا على سبيل المثال انا الدومين بتاعي T2، فاي شخص انا هضيفه على التيم بتاعي او على الفريق بتاعي او على الفصل بتاعي بيحمل نفس النطاق او في نفس النطاق اللي هو T2، فهو بالنسبه لي عضو، هو بالنسبه لي ممبر. طيب اي شخص موجود في دومين تاني حتى ولو ليه حساب على اوفيس 365 فهو بالنسبه لي ضيف. طيب خلينا نتكلم في نقطة هنا، لو أنا عندي الطلبة مش موجودين على نفس الدومين بتاعي، وده طبعا أكيد لأن الطلبة ليها حساب تاني على Office 365 خاصة في المرحلة الثانوية. بالنسبة للمرحلة الثانوية فهم ليهم حسابات على Office 365، ففي الحالة دي أنا هضيفهم كضيوف كجستس. طيب لو أنا عايز أضيف طلبة ما عندهاش أصلا حساب على Office 365 فببدأ أتعامل معاهم بحساباتهم سواء على الجيميل أو على الهوت ميل أو على الياهو أو على أي إيميل آخر، فهم بالنسبة لي هنا guests. يبقى أنا بتعامل أو الأعضاء أو الأشخاص الموجودين عندي في التيم بيكونوا يا إما أعضاء members، وطبعا بيكون في الأونر أو صاحب الفريق أو اللي هو قام بإنشاء الفريق، وعندي نوع تاني من الأفراد اللي هم guests اللي أنا بضيفهم سواء بحساباتهم المختلفة أو اللي بنطاق مختلف على Office 365 أو على إيميلز مختلفة. أي سؤال في النقطة دي؟ لا تمام يا مس غاده. وعليكم تمام. تمام تمام. اتفضل. كان في معلمه فلسطينيه عامله تدريب الطلبه على منصه من المنصات كده، فبنت اشتركت معاها في التدريب بعتت لها يوزر نيم وباسورد على تيمز. الامكانيه هل موجوده في تيمز ان انا ابعت للطلبه اللي اشتغلوا معايا يوزرات؟ والله انا ما جربتهاش، بس المعتاد اللي احنا بنعمله ان المدرس او المعلمه بتضيف الطالب بحسابه على جيميل مثلا على سبيل المثال او على هوت ميل، المفروض ان هو بيجي له رساله او اشعار على الايميل بان شخص ما او المدرس الفلاني قام باضافتك كعضو داخل الفريق ده، بيبدا ان هو يدخل على حسابه او على الايميل بتاعه وبيفتح الرساله دي. لا هي بيفتح الرساله دي وبعد كده اتفضل بيبدأ يفتح الرسالة دي، وبعد كده بيبدأ بقى نمشي مع الخطوات. في خطوة كده بتتم إن من خلال الدعوة اللي بيستقبلها ممكن إن هو يحول حسابه الجيميل ويديله إمكانيات بسيطة للأوفيس 365، ففي الحالة دي بيتحول حسابه على الجيميل كأنه حساب على أوفيس 365 وبيظهر له مجموعة من التطبيقات الموجودة بس مش كل التطبيقات، وفي الحالة دي بيدخل كجست. لا فدي الـ يعني المدخل الأسهل بالنسبة لنا لو إحنا هنضيف الطلبة، ده بالنسبة لنا الطريقة الأسهل والأسرع. هي بعتت لها حساب اسمه يوزر 18 student وكده يعني، وبعتت معاه الباسورد يعني، لكن طلبتش منها لا جيميل ولا أي إيميل تاني. يعني تقريبا هي مكريتاهم عندها بطريقة معينة، هنشوف إن شاء الله مش مشكلة. اتفضلي كملي. طيب ممكن نتكلم بس في النقطة دي، هنخلص بس النقاط اللي احنا هنتكلم عنها في اجتماع ان شاء الله، وانا مع حضراتكم بإذن الله، ولو في اي فكرة حضراتكم تحبوا تعرضوها او كده مفيش مشاكل يعني ان شاء الله نتكلم فيها. طيب انا هعمل شير بقى كده للسكرين بتاعتي، بس حضراتكم اكدوا لي ان انتوا شايفين عشان المرة اللي فاتت كان في يعني كانت الرؤية مش واضحة بالنسبة لكتير مننا كده. واحد. شايفين الشاشه بتاعتي؟ شايفين. طيب. ايوه مس غانم. دعاء حضرتك شايفه؟ طيب انا دلوقتي بقى في البدايه خالص، من البدايه خالص احنا هنراجع اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. انا عايزه ادخل على برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال الواجهه الرئيسيه الخاصه بحسابي على الاوفيس، فانا بكتب هنا ساين ان اوفيس 365 وبدخل على حسابي عادي جدا. الخطوات دي طبعا يعني قلناها مرارا وتكرارا، متهيألي حضراتكم دلوقتي يعني ايه اساتذه فيها يعني. انا هدخل هنا على حسابي طبعا عشان انا حسابي يعني سايند ان او مسجل الدخول دائما، فبيفتح لي على طول الواجهه الرئيسيه للبرنامج او لمجموعه التطبيقات يعني او الاوفيس 365 عموما. انا عندي هنا في جزء طبعا احنا بنبدا العمل من خلاله اللي هو الاب لونشر او مجموعه التطبيقات الموجوده عندي داخل برنامج مايكروسوفت تيمز.
هدور بسرعة كده على التيمز اللي هو بالأيقونة المميزة بتاعته، هي لونها كده بنفسجي أو لونها موف شوية، فأنا هضغط عليها كده هيبدأ يفتح لي برنامج مايكروسوفت تيمز على الويب كتطبيق ويب. يعني إيه تطبيق ويب؟ يعني بيفتحوا لي على الويب على 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 الإنترنت يعني بالشكل ده، تمام. وطبعا دايما بيفتحوا لي على آخر تطبيق أنا واقفة فيه، على آخر تطبيق أنا واقفة فيه. طبعا في عندي هنا على أقصى اليمين البروفايل بيكتشر بتاعتي اللي هي الصورة الشخصية بتاعتي، وفي منها بعض الأوبشنز اللي أنا بقدر إيه يعني أنفذها وأنا داخل البرنامج. الستيتس بتاعتي أو الحالة بتاعتي هنا عشان أنا عاملة بريزنتنج، عشان أنا في اجتماع وعاملة بريزنتيشن، فأنا عندي هنا الحالة بتاعتي بريزنتنج. أنت ممكن طبعا مش هتبقى ظاهرة عندك كبريزنتر، هتظهر عندك افيلابل بيزي نوت دونت ديسترب اللي هي الإيه الستيتس اللي أنا بعملها. مثلا لو أنا عندي لو أنا مسجلة على برنامج السكايب، في عندي في السيتنج هنا لو أنا ضغطت هنا على السيتنج، احنا قلنا النقطة دي المرة اللي فاتت ان انا اقدر اغير الثيم او شكل البرنامج نفسه، بدل ما هو الشكل الديفولت بتاعه ده اللي هو الابيض في الموف، انا ممكن اغيره يبقى دارك، ممكن اخليه هاي كونتراست، ممكن اخلي التيمز او المربعات اللي ورا دي تظهر عندي جريدز يعني مربعات كده كبيرة، او تظهر عندي تايل ليست يعني، تمام. في برضو اوبشن هنا ممكن يفيدنا لو انا عايز احول البرنامج من اللغه الانجليزيه للغه العربيه، عندي هنا في الاوبشن الخاص باللغه بيقول لي هنا اب لانجويج ديتيرمينز ذا ديت اند ذا تايم فورمات، او ان انا بعمل ريستارت عشان اغير ايه ضبط اللغه او اعدادات اللغه. فانا عندي هنا مجموعه كبيره طبعا من اللغات اللي انا اقدر احول لها البرنامج. لو انا مش عايز اللغه الانجليزيه وصعب عليا، بنزل تحت خالص وبجيب اللغة العربية وببدأ ان انا ايه احول البرنامج لها. بعد ما بختار اللغة، بعد ما بختار اللغة بالشكل ده بيقول لي هنا، بيديني رسالة هنا بيقول لي سيف اند ريستارت. يعني ايه؟ يعني هيعمل لي سيف للضبط ده او للغة دي، وهيعمل لي ريستارت، هيعمل لي كده اعادة تشغيل للبرنامج. انا مش هضغط عليها لان انا ايه بستخدم الانجليش، فبالنسبة لي الانجليش بالنسبة لي يعني ايه كويس يعني في التعامل بتاعي. الكيبورد لانجويج اوفر رايتس كيبورد شورت كاتس، هنا بيظهر لي مجموعه من الشورت كاتس او يعني قائمه الوصول السريع، ازاي ان انا اتعامل داخل برنامج مايكروسوفت تيمز وصول سريع للاجزاء او للمكونات او للاوبشنز الموجوده داخل البرنامج باستخدام الكيبورد دي. يعني مش هتفيدنا قوي بس يعني ايه اللي حضراتكم تعرفوها برضو. يعني البرايفسي هنا يعني بحدد هنا يبقى في خصوصيه في استخدام البرنامج داخل الاوبشنز الموجوده في البلوكد كونتاكتس، يعني زي كده ما بتعامل مع الفيسبوك لو انا عايز اعمل برايفسي او اعمل خصوصيه للحساب بتاعي، او ان انا اعمل بلوك لاحد الـ يعني جهات التواصل او كذا. يعني في النوتيفيكيشنز اللي هي الاشعارات اللي بتوصلني وبتوصلني ازاي، هي طبعا اختيارات كتيره جدا. لو انا عملت منشن يظهر لي ايه، لو انا استقبلت رساله ايه النوتيفيكيشنز اللي تظهر لي، او ايه نوع النوتيفيكيشن او نوع الاشعار اللي يظهر لي، هل هيظهر لي على الشات ويبعت لي ايميل ولا هيبعت لي ايميل فقط، وهكذا. طبعا هي اوبشنز كتيره جدا ممكن حضراتكم برضو تبصوا عليها، مش يعني مش اساسيه بالنسبه لنا دلوقتي، بس ايه حبيت ان انا اقولها لحضراتكم برضو، تمام كده. ده طبعا من البروفايل بيكتشر بتاعي، ان انا بعرف الحاله بتاعتي، ان انا بعمل هنا ستيتس مسج يعني رساله كده بتظهر للناس لو هيبداوا يعملوا لي كونتاكت او تواصل او يعملوا تشات معايا، بعمل رساله كده ايه زي الستيتس مسج او الحاله اللي انا مثلا بحطها على فيسبوك او كذا. السيفد لو انا عامل سيف لرساله معينه اتبعتت لي على الشات، او انا بعت رساله لحد على الدردشه وانا عملت لها سيف، وده هنشوفه دلوقتي، بتظهر عندي هنا في السيف. وطبعا السيتنج احنا لسه قايلينها. نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، انا دلوقتي موجوده على مايكروسوفت تيمز الويب، تطبيق الويب، انا ممكن من خلال الويب اقدر ان انا انزل اعمل داونلود للديسكتوب اب. يعني ايه ديسكتوب اب؟ هو نفس البرنامج بنفس التطبيق، بس انا بنزله نسخه عندي على الديسكتوب عشان اوصل لها وصول سريع. يعني ايه اوصل لها وصول سريع؟ بدل ما ادخل على حسابي على اوفيس 365
وادور على التطبيق واخش. لا انا عندي البرنامج بيكون مثبت عندي على شريط زي ما حضراتكم شايفين هنا، وهو موجود عندي هنا اهو، فانا بوصل له هنا وصول سريع، وادي التطبيق انا فاتحه من خلاله الاجتماع بتاعنا. طيب لو انا عايز انزل الموبايل اب او تطبيق الموبايل برضو اقدر ان انا انزله، يا اما بدخل عندي في الجوجل بلاي او في البلاي ستور الموجود عندي على الموبايل واكتب مايكروسوفت تيمز واعمل سيرش عليه هينزله لي عادي، او من هنا ممكن ان انا اضغط على داونلود ده موبايل اب، بيقول لي هنا الايميل بتاعك ايه، وهيبعت لي لينك برابط البرنامج اقدر ان انا انزله عندي على الموبايل. فهو طبعا مش سايبني، مديني كل الامكانيات وكل حاجه عشان ابدا ان انا انزل البرنامج واتعامل معاه، سواء على اللابتوب على ديسك توب يعني، او على الموبايل، او حتى من خلال الويب. تمام كده، في اي نقطه في الجزئيه دي؟ لا تمام. طيب دي بالنسبه للبروفايل بيكتشر بتاعتي. طبعا بعمل ساين اوت، وده اوبشن طبعا ايه يعني واضح بالنسبه لنا ان انا بعمل تسجيل خروج من هنا. في عندي هنا في الجزئيه دي بيظهر عندي هنا الدومين بتاعي، الدومين بتاعي انا t2moe t2. طب لو انا نزلت كده بالسهم بيظهر لي هنا ان انا ممكن ادخل كجست على فرق انا انضميت ليها، بس الفريق ده المالك بتاعه t2 او t3 على دومين مختلف، فانا بالنسبه لي هكون جست ضيف عليه. طيب انا ممكن هنا ان انا ادخل كضيف على فرق تم انشائها من قبل اشخاص على دومين t4. فلو حضرتك دخلت او عضو في احد فرق لاشخاص لها دومين مختلف بتظهر عندك في الجزئيه دي. لو حضراتكم شايفين هنا عندي التطبيق موجود عندي هنا مجموعه التطبيقات بشكل معين كده اللي احنا قلنا عليها الاب بار، حضراتكم فاكرينها الاب بار، وده من ضمن المكونات الاساسيه الموجوده عندي على واجهه البرنامج. لو انا رحت هنا على MOE teacher T3 كجست، لو انا ضغطت عليها كده بالشكل ده هيبدا يعمل لي هنا سويتشنج كده او تحويل للاكونت بتاعي، وهيظهر لي البرنامج بشكل مختلف شويه، يعني يظهر لي هنا التطبيقات بشكل مختلف. ليه؟ لان انا جست، هكون جست هنا على هكون هنا جست على فريق اخر انشاه شخص من الدومين اللي موجود عندي. عايز ارجع تاني من السهم بضغط هنا على الدومين بتاعي وبرجع عندي هنا للواجهه الاساسيه بتاعتي، يبدا يعمل لي تحويل كده او سويتشنج للاكونتس بتاعتي وبيرجعني تاني للايه للواجهه الاساسيه بتاعتي. طيب بما ان احنا موجودين عندي هنا على التطبيق الموجود على الويب، خلينا نتكلم مع بعض ان من ضمن المكونات الاساسيه لبرنامج مايكروسوفت تيمز في عندي ثلاث مكونات اساسيه. اللي ظاهر عندي هنا الجزء ده، لو انا ضغطت هنا كده بيظهر عندي كده الجزء ده، كل ده كله كده بنسميه المي سبيس، اللي هو السبيس او الفراغ الخاص بيا كمعلم يعني او كصاحب الحساب. بيظهر فيه مجموعه من التطبيقات، الاكتيفيتي بقى اللي بتظهر فيها زي الاشعارات، مين بعت لي ايه وامتى وهكذا، مين بعت لي ملف، مين انضم للفريق بتاعي، مين بعت لي على الشات، مين بعت لي بوست وهكذا. في الشات بيظهر عندي كل الشات اللي انا قمت بيها او الدردشه، سواء مع اشخاص او ان انا كنت داخل اجتماع معين فحصل بينهم دردشه وانا كنت من ضمن هذا الاجتماع. التيمز اللي هي بتظهر عندي مجموعه الفرق او الفصول او التيمز اللي انا انشاتها موجوده عندي هنا. في عندي مجموعه من التطبيقات، الاساينمنتس، الكالندر، ودي هنتكلم عنها برضو ان شاء الله، الكولز يعني انا اقدر اعمل مكالمه صوتيه كما لو كنت قاعده على تليفون، اقدر ان انا اعمل مكالمه صوتيه برقم تليفون مع اي شخص من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. من النقط دي من الثري اليبسس دي اقدر ان انا اضيف تطبيقات اخرى. طبعا التطبيقات اللي بتظهر لحضراتكم بتختلف، يعني ممكن يكون الدومين بتاعي او الادمن الخاص في الوزاره سامح لي ان التطبيقات دي بس اللي تظهر عندي، فانا ممكن اضيف التطبيقات عندي دي على شريط التطبيقات هنا لو انا عايز اوصل لها وصول سريع، فانا ببدا ان انا اضيفها عندي هنا. الابس بتظهر عندي كل التطبيقات، بالتالي ان احنا اتكلمنا في النقطه دي المره اللي فاتت، بتظهر عندي كل التطبيقات اللي انا اقدر اضيفها عندي على الاب بار هنا. الهيلب
اللي هو المساعدة اللي بتظهر فيها مثلا لو أنا عايز أخد تريننج معين أو عايز أدرب نفسي، إيه الجديد في برنامج مايكروسوفت تيمز، إن أنا أقدر يعني أقترح فكرة معينة أو ملمح جديد نقدر إن إحنا نضيفه. طبعا المصمم بتاع البرنامج يقدر إن هو يضيفه على برنامج مايكروسوفت تيمز، وشايف إن هي هتبقى إضافة للبرنامج، إن أنا أعمل بلغ بمشكلة معينة داخل البرنامج في التعامل ما، ان انا ادي جيف فيدباكس احيانا كتير بتظهر عندي لما بتعامل مع تطبيقات اوفيس 365 بيقول لي جيف فيدباك، ودي بتظهر عندك مثلا في الفورمز، ان انا ادي فيدباك لمصمم البرنامج او الادمن بتاع البرنامج، بديله ايه فيدباك او تغذيه راجعه ان الجزء ده كويس، ان الجزء ده عايز يتعدل، ان كذا. ودي طبعا من ضمن المميزات اللي بتميز تطبيقات اوفيس 365 او مايكروسوفت، برامج اوف مايكروسوفت عموما. يعني Ask the community لو أنا عايزة أنضم للمجتمع الخاص ببرنامج مايكروسوفت. طيب أنا هروح بقى دلوقتي هنا على التطبيق الخاص بي اللي أنا منزلاه عندي على الجهاز، هو عندي كده بالشكل ده. طبعا حضراتكم شفتوا إن دي المي سبيس بتاعتي. أنا هروح بقى لتيمز أو للتطبيق اللي هو اسمه تيمز بالضغط عليه، اللي هي الفرق أو الفصول. بيظهر عندي هنا مجموعة التطبيقات اللي أنا منضم إليها أو اللي أنا أنشأتها موجودة عندي هنا. طيب بالنسبة لي أنا بقى، أنا عايز أبدأ أنشئ فريق أو أنشئ فصل افتراضي يضمني ويضم الطلاب اللي موجودين معايا، فأنا بضغط هنا على join أو create team، join or create team، يعني أنا أنضم أو أنشئ فريق جديد. لو أنا ضغطت هنا بيظهر عندي الشكل بالواجهة دي. في البداية خالص أنا ممكن أنشئ فريق من البداية خالص وأبدأ أضم طلاب أو معلمين لهذا الفريق، أو إن أنا أنضم لفريق بكود. يعني إيه أنضم لفريق بكود؟ الفريق اللي حضرتك بتنشئه بيتم توليد كود معين بأرقام بحروف، تقدر أنت تبعتها للأشخاص اللي أنت عايزهم ينضموا للفريق بتاعك وتعمل لهم دعوة بهذه الطريقة. بيظهر عندي هنا كمان كل الفرق العامة. يعني ايه عامة؟ يعني public، يعني مش private. كل الفرق اللي انشأها اشخاص او معلمين او ناس ليهم حسابات على اوفيس 365 على نفس الدومين بتاعي، على نفس النطاق بتاعي، فبالنسبة لي هنا بتصبح عامة. فانا بمجرد ما بضغط على التابة دي اللي هي join team ببدأ ان انا اكون ايه عضو على طول داخل الفرق دي. تمام كده يا جماعة؟ في اي مشكلة في النقطة دي؟ يبقى انا هنا بقدر ان انا انشئ فريق، انضم الفريق بكود، أو إن أنا أنضم لفرق عامة أنشأها أشخاص آخرين. أنا دلوقتي بقى اللي أنا بصدده دلوقتي عايز أنشئ فريق من البداية بقى، أعمل إيه؟ فبضغط هنا على create team، create team. بيظهر عندي أربع أنواع من الفرق. إحنا قلنا إن برنامج مايكروسوفت تيمز برنامج يعني فيه إمكانيات كتيرة، أقدر إن أنا أستخدمه في مجال العمل، أقدر أستخدمه في مجال التواصل مع العائلة، مع الأصدقاء، مع أشخاص كتيرة يعني. فبيديني هنا نوعيات كتيرة مختلفة من الفرق أو من التيمز اللي أنا أقدر أنشئها داخل البرنامج. أولا واللي يهمني هنا اللي هو فريق الكلاس، من اسمه يعني أنا بنشئ فصل أو كلاس تيم بيضم طبعا معلمين وطلاب، أو هنشئ بقى منصة تعليمية زي نظام الإدمودو بالظبط. نظام الإدمودو إن أنا بنشئ فصل افتراضي وبضم الطلاب وبضم المعلمين وبضم ولي الأمر وبعمل واجبات وهكذا. النوع الثاني من الفرق اللي هو البروفيشنال ليرنينج كوميونيتي، لو انا عندي مثلا مجموعه من الزملاء زي حضراتكم كده معايا واحنا هدفنا واحد، او يعني عايزين نعمل تنميه مهنيه لنفسنا، فاحنا بنعمل هنا فريق بيضم الناس اللي هم ليهم هدف واحد او لهم تخصص واحد. انا ممكن اعمل فريق هنا من البروفيشنال ليرنينج كوميونيتي البي ال سي، من مجموعه المدرسين الخاصين بمادة اللغة العربية، مجموعة المدرسين الخاصين بمادة اللغة الإنجليزية، مجموعة المواجهين اللي هم بيتبادلوا خبرات وأفكار وليهم هدف واحد مشترك، عايزين يعملوا تنمية مهنية، عايزين يتواصلوا، عايزين يتشاركوا. ده النوع الفريق اللي يبقى مميز بالنسبة لهم. طيب الستاف يعني من اسمه اللي هو هيئة العاملين، يعني لو أنا مدير مدرسة ومعايا مدرسين، لو أنا مدير إدارة ومعايا عاملين، لو أنا وزير ومعايا مجموعة من العاملين وهكذا. الستاف اللي هو بيشمل هيئة العاملين. اتفضلي. ايوه في سؤال بس معلش. طبعا انا فاتح على الموبايل دلوقتي، عايز اعمل مزامنه من الموبايل لللابتوب بتاعي، ده فتحت الموبايل ده.
اعمل ساين ان بس بحسابك على اوفيس 365 من الموبايل، كل اللي هتعمله على اللاب هيظهر عندك على الموبايل، بس طبعا مع الاخذ في الاعتبار لا هيظهر. لا انا فاتحه على اللاب، فاتحه الموبايل وعايزه يظهر على اللاب. عايزه ايه اللي يظهر؟ عايزه انت حضرتك الاجتماع بتاع يعني الاجتماع بتاع حضرتك ده انا عايزاه دلوقتي وانا على اللاب اهو ان هو يظهر عندي، لكن انا شغاله موبايل. طيب سؤال كويس، لو حضرتك عايزه تخش على الاجتماع في نفس الوقت من الجهازين هتضيفي هتضغطي على الرابط بس، بس هيبقى في مشكله. بس هي لازم هتنزل على اللاب الاول، هتنزل المايكروسوفت تيم وتنزل على اللاب عشان ما يبقاش فيه خلط. لو حضرتك عايزه تخشي على البرنامج او على الاجتماع يعني من الموبايل المفروض بتنزلي التطبيق على الموبايل. اوكي انا نازله فعلا ومعايا الرابط، انا عايز اخد الرابط كوبي من على اخد الرابط كوبي احطه في السيرش ولا في الادريسس ولا اعمل ايه؟ انت على اللاب وعايزه تدخليه الموبايل يعني؟ انا حاليا دلوقتي لا يا مس، انا معاك على الموبايل وعايزه دلوقتي افتحه من على اللاب، يعني انا فتحت اللاب اهو على اللاب. ثانيه واحده ببساطه جدا، خدي الرابط، خدي الرابط حطيه في اي في ويب يعني في الادرس بار فوق او بتاع في السيرش بوكس واضغطي انتر، هتلاقي نفسك هيوديكي بقى يا اما لحسابك على الاوفيس، هتخشي على التيم من خلال من خلال تطبيق الويب اب، او لو انت منزله التطبيق ايا كان بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها. بس في نقطه، لو حضرتك هتخشي على الاجتماع من جهازين هيبقى في صدى صوت كده هيحصل، هيطلع من الموبايل لللاب هيبقى في مشكله، لكن لو حضرتك عايزه تخشي على اللاب مفيش مشاكل. انت عايز تخشي على اللاب عشان تتابعيني وتطبقي معايا، اتس اوكي مفيش مشاكل خلاص. تمام شكرا العفو. طيب بالنسبه بقى للاستاف احنا قلنا عليه، الاذر اللي هو زي ما احنا قلنا ان انا ممكن استخدم برنامج التيمز في ان انا اتواصل مع الاصدقاء مع الزملاء، فانا ممكن اعمل هنا فريق لنادي او نشاط اجتماعي او نشاط رياضي او مجموعه من الاصدقاء بتعمل يعني حاجه فور فان، وده نوع التيم اللي هو هيناسبهم. انا بالنسبه لي هنا هضغط على الكلاس لان انا عايز انشئ فصل افتراضي. لما انا بضغط على الكلاس نركز بقى مع بعض، اولا بيقول لي هنا كرييت يور تيم، انشئ الفريق بتاعك. وبيقول لي هنا ان اللي هيكون الاعضاء جوه الفريق هم التيتشرز اللي هم منهم هيكونوا اونرز، والطلبة اللي هيشاركوا كأعضاء جوه الفريق. فأنا هسمي الفريق ده مثلا أنا هقفل بس الصوت بعد إذنكم. تمام شكرا. أنا هسمي الفريق بتاعي مثلا التعلم عن بعد، احنا كنا سمينا فريق برضو كان اسمه التعلم عن بعد، أو هنسميه مثلا حد يقترح اسم. طب يا جماعة هنسميه التعلم عن بعد فصل افتراضي، تمام كده. وهدي هنا وصف للفصل ده، فانا هسميه مثلا ان المجموعه دي تخص مجموعه من الطلاب والمعلمين للتعلم عن بعد. تخص الطلاب تمام. طب انا ممكن انشئ الفصل باسم مثلا ماده دراسيه، ممكن اسميه الصف الخامس الابتدائي اللغه الانجليزيه، ممكن اسميه الصف السادس الابتدائي الدراسات الاجتماعيه، وهكذا حسب الهدف بتاعي اللي انا عايز انشئ الفريق من اجله. واضغط هنا على نيكست، يبقى انا سميت الفريق واديته وصف او ديسكريبشن مميز. انا هضغط هنا على سكيب عشان انا عايز ابدا اضيف طلاب ومعلمين من جزئيه تانية. انا هضغط هنا على سكيب، هيظهر عندي الفريق بالشكل ده، ادي الفريق تم انشاؤه، اسمه التعلم عن بعد فصل افتراضي. وعندي هنا بقى الواجهه الاساسيه للبرنامج او الواجهه الاساسيه للتيمز بتظهر عندي بقى بكل محتوياتها. هنا انا احنا قلنا ان ده الجزء الخاص بيا انا اللي احنا بنسميه المي سبيس، وبيظهر فيه مجموعه التطبيقات اللي منها الاكتيفيتي، الشات، التيم، الاساينمنتس، الكالندر اللي هي التقويم، الكولز، الفايلز، وهكذا. وفي عندي جزء فوق كده بيسموه الوي سبيس اللي هو الفراغ الخاص بينا كأفراد جوه التيم، اللي هو أوله كده بيظهر عندي اسم القناة، يعني أيقونة كده باسم الفريق. أول قناة بتظهر عندي باي ديفولت كده أو يعني بشكل افتراضي اللي هي قناة اسمها جنرال، وهنتكلم عن القنوات دي دلوقتي.
وفي عندي مجموعه من التابس او التبويبات اللي منها البوست. طب احنا قلنا طبعا بعمل بوست او منشورات تعليميه، فايلز يبقى انا بتشارك وببعت للطلاب ملفات او محتوى تعليمي معين بطلب منهم واجبات فانا بحطها هنا على الفايلز. الكلاس نوت بوك اللي احنا قلنا عليها هو البورتفوليو اللي الطالب بيضيف فيه كل اعماله والمعلم بيضيف فيه كل اعماله، بيبقى حقيبه واحده بتشمل كل هذه الاشياء. الاساينمنتس اللي هي الواجبات اللي المعلم بيسندها للطلاب، والجريدز اللي انا ممكن اشوف فيها دفتر درجات انا عامله للطالب او للطلاب عندي. البلس دي ان انا ممكن اضيف تابس او اضيف مواقع زي ما احنا قلنا قبل كده، ان انا مش هخرج بره التيم عشان اتعامل مع ويب ادريسز او اتعامل مع مواقع معينه، لان انا ممكن اضيف كل ده بالتعامل مع علامه البلس دي. ده شكل الفريق بشكل عام. وطبعا الجزئيه دي اللي احنا قلنا عليها الكانفاس، كانت ميس دعاء المره اللي فاتت بتسالني على الاسماء، يبقى احنا قلنا هنا المي سبيس ده كله اسمه المي سبيس، ده اسمه الوي سبيس، وده الكانفاس او مساحه العمل اللي بيظهر فيه كل شيء او بيتم العمل فيه من خلال الطالب او المعلم. تمام. انا عايز ابدا بقى بعد ما انشات الفريق ابدا ان انا اعمل له بقى ايه اداره للفريق. عايز ابدا ادير الفصل. انا دلوقتي قالوا لي ان انا همسك فصل اولى اول، او قالوا لي ان انا هبقى مسؤوله عن التعلم عن بعد لطلاب المدرسه كلها. طيب ابدا بقى اعمل اداره، مين الاعضاء اللي هيكونوا موجودين معايا، ايه هو المحتوى اللي انا عايز اقدمه، مين اللي هيكون مسؤول عن ايه، هوزع بقى صلاحيات، هوزع ادوار، اعمل اداره كامله للايه للعمل بتاعي من خلال الفري اليبسز دي او النقاط دي. لو انا ضغطت عليها هنا دي بيسموها الثري اليبسز، برضو حضراتكم يعني حاجه كويسه ان انتوا تبقوا عارفين الاسماء. الثري اليبسز بقدر اعمل مانج التيم، اداره للفريق، اقدر ان انا اضيف قناه، وقلنا القنوات دي هنتكلم فيها بعد شويه، اقدر ان انا اضيف اعضاء، اقدر ان انا اسيب التيم خالص اتركه خالص، اقدر ان انا اعمل ايديت للتيم. طب تعالوا كده ندلع الفريق بتاعنا ونظهره كده بشكل ايه لطيف مميز. من ايديت تيم او من هنا من علامه القلم دي اقدر ان انا اعمل ايديت للتيم، يعني اغير صوره الفريق، اضيف له بعض الايه السمات المميزه ليه. لو انا ضغطت هنا على ايديت تيم، خلينا نكمل برضو هنا، لو انا نزلت تحت في جيت لينك تو ذا تيم، يعني انا ممكن اعمل رابط اولد رابط للفريق من خلاله اقدر ان انا ابعت دعوه للمدرسين يخشوا عليه او للطلاب يخشوا عليه. مانج تاجز، والتاجز دي اللي هي زي اللي احنا بنعملها كده في الفيسبوك، او ان انا اعمل ديليت كامل للفريق. يبقى دي كل الادوات او كل الاختيارات اللي انا اقدر من خلالها اعمل اداره للفريق. طيب تعالوا بقى زي ما احنا قلنا كده نعمل تغيير في شكل الفريق بتاعنا. لو انا ضغطت على علامه القلم او من ايديت تيم هنا نفس الفكره هتوصلني نفس الشيء. لو انا ضغطت على علامه القلم هنا بيقول لي ان انت ممكن تعمل اعاده تسميه للفصل مش عاجبني، حتى لو انا اشتغلت عليه وحطيت كل حاجه وبدات العمل عليه ممكن ارجع هنا واغير اسمه، او ان انا اغير شكله هنا الصوره اللي بتظهر، او ان انا اعمل ابلود لصوره معينه. ممكن مثلا احط صوره المدرسه، احط صوره هيئه الموجهين، احط مجموعه الطلاب وهكذا، ابلود ان انا برفع صوره معينه عندي من على الجهاز الخاص بي يعني. فانا هختار مثلا الصوره دي، اي صوره بقى تميز الفريق بتاعي، هختار مثلا الفأس والادوات دي واقول له هنا ابديت. طب قبل ما نروح لابديت بيقول لي هنا انت عايز تعمل الفريق اللي هو اسمه الكلاس، هل هيضموا طلاب ابتدائي ثانوي ولا بوست سكندري يعني بعد الثانويه؟ طب المواد الدراسيه اللي هي موجوده جوه الفريق او اللي هو الفريق اتنشأ من 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 يعني من بيئة ليها يعني، فانا بقول له هنا هل الفريق هيخص الارت والديزاين ولا انجينيرنج ولا فورين لانجويج او اذر، لو هو ايه حاجه تانية عربي حاسب الي مش موجوده عندي. فانا بقول له هنا ابديت، خلاص انا راضي بالوضع ده، فبقول له هنا ابديت، بيبدا يغير لي هنا شكل الفريق بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نعمل اداره للفريق. اولا كده الفريق بالنسبه لي فاضي او التيم بتاعي فاضي، ابدا ان انا اضيف هنا ممبرز او اعضاء. هضغط هنا على اد ممبرز. طب قبل ما نروح لاد ممبرز في اي استفسار في النقطه اللي احنا قلناها؟ لا شكرا. تمام تمام يا مس غادة. تمام. انا هنا هضيف بقى طلاب ومعلمين. انا دلوقتي على دومين اللي هو تي 2. معلش انا هطلب من حضراتكم تاني تبعتوا لي على الشات الايميلز بتاعتكم، معلش انا هتعبكم عشان الاساتذه اللي ما كانوش موجودين معانا المره اللي فاتت احنا بنبدا مره تانية من اول وجديد بحيث تبقى العمليه واضحه، وكان النت بيقطع وكده، فايه عشان تبقى العمليه متصله يعني.
مثلا انا عايزه من حضراتكم دلوقتي تبعتوا لي الايميلز بتاعتكم اضيفكم كطلاب. انا منتظره دلوقتي على الشات الايميلز بتاعت حضراتكم عشان اضيفها. طيب انا هروح للتشات كده واشوف. تمام استاذة رباب، انا هاخد الايميل بتاع الاستاذة رباب كوبي. تمام تمام يا استاذ رباب، واضيفه هنا. بس في حاجة بقى في الايميل بتاع الاستاذة رباب، ان هي كانت اسمها دوت وعامله مسافه ما بين الدوت وما بين الكود، هي اللي اتعملت غصب عني. فطبعا الايميل ما بيبقاش فيه مسافات وما بيبقاش فيه كابيتال ليترز ولا الكلام ده، عشان ايه لما نيجي نكتب الايميل بتاعنا يبقى صحيح وسليم يعني. طيب في ميزه هنا عندي انا كده بالظبط. طب استاذه رباب، انا هسال بقى السؤال لحضراتكم دلوقتي. استاذه رباب ظهرت عندي كجست كضيف، يا ترى ليه؟ عشان تيوان. عشان تيوان، الله ينور عليكي، برافو عليكي. طيب انا هضيف هنا استاذه رباب كجست بالضغط كده على الاسم، بيبدا يقول لي هنا ضيف الاستاذه رباب او الطالب ده عندك، فانا هضغط هنا على اد. طيب ميزه مايكروسوفت تيمز لما باجي اعمل بحث عن الاشخاص الموجودين معايا على نفس الدومين، بمجرد ان انا بكتب اول حرف من اسمهم مثلا، لو انا هضغط هنا مثلا كده بيبدا يعمل لي بحث سريع كده. مثلا انا هضيف زميله معايا في المدرسه اسمها ريهام، بالضغط كده اول ما بكتب اول اسم ليها بس عشان هي موجوده معايا في نفس الدومين، بيظهر عندي هنا كل الاشخاص اللي هم اسمهم ريهام واللي موجودين معايا على نفس الدومين. فهنا ميزه مايكروسوفت تيمز ان هو بيسهل لي عمليه البحث، بيعمل لي كده زي دليل كده ببحث فيه بشكل سريع يعني. طيب انا هضغط مثلا هنا واختار الاستاذه ريهام وهضيفها عندي هنا بالنسبه لي هنا كطالب، وهضغط اد. ايه الواضح بالنسبه لكم هنا؟ ان الاستاذه ريهام مش مكتوب قدامها حاجه، معنى كده ان هي ممبر، ان هي عضو جوه الفصل ده. اما الاستاذه رباب عشان هي دومينها مختلف او النطاق بتاعها مختلف، تم اضافتها هنا كجست. انا في الحاله دي بقى اقدر ان انا اضيف الطلبه مثلا بحساباتهم على الجيميل او بحساباتهم على الياهو او على الهوت ميل او على الاوتلوك او اي ايميل هم بيبعتوه لي هنا. طيب انا هروح تاني للتشات. يعني معلش مش غايده، يعني ميس ريهام كده تعتبر ممبر مع في نفس الفريق الجديد ده، ولا هي جايه اصلا ممبر؟ تصبح ممبر لان هي على نفس الدومين بتاعي او على نفس النطاق بتاعي. هي ظهرت عشان هي اصلا على الدومين، مش عشان هي على ممبر. بالظبط، هي ظهرت اوتوماتيك لان هي عندي على الدومين بتاعي، موجوده على الدومين بتاعي. طيب مثلا انا اختار الاستاذه، في عندنا استاذ شامل ولا مين؟ شمال. تمام، انا هاخد الايميل ده كوبي واروح عندي على الفريق بتاعي وهقول هنا كنترول في، وابدا ان انا اضيف الاستاذ شمال كضيف بالنسبه لي كجست. يبقى انا هنا ضفت ثلاث نوعيات من الناس او ثلاث نوعيات من الاعضاء، شخص على نفس الدومين بتاعي، شخص على دومين مختلف وتم اضافته كجست، وشخص على ايميل مختلف تماما الاستاذ شمال مثلا، وعشان هو ايميل وجيميل فهو بالنسبه لي كجست. طيب في نقطه هنا برضو عايزه اوضحها لحضراتكم، لو انا ضفت الطالب على نفس الدومين بتاعي بيظهر عندي هنا ممبر، لكن لو انا ضفت التيتشر من نفس الدومين على طول بيظهر عندي كاونر. فمثلا انا هروح هنا للايميلات اللي حضراتكم بعتينها، مس دعاء مثلا بالنسبه لي هنا على نفس النطاق بتاعي، فانا هضيفها في الحاله دي كمعلم اهو، ظهرت عندي ميس دعاء وهقول له هنا اد. ايه الفرق لو انا ضفت شخص على نفس الدومين كمعلم او كطالب؟ لو هو طالب، لو انا ضفته كطالب بيبقى ممبر، لو انا ضفته كمعلم بيبقى اونر، بيبقى مالك للفريق على طول. طيب ليه الصلاحيات زي نعم بياخد نفس الصلاح بياخد نفس الصلاحيات نفس صلاحيات المالك بالظبط. الله ينور عليكي. انا هضيف هنا ايميل الاستاذ رأفت واروح عندي هنا على الفريق، انا كده بضيف الافراد اهو، هضيف استاذ رأفت كطالب اهو. هنا بالنسبه لي استاذ رأفت عشان هو على دومين مختلف فايه، فبالنسبه لي بيظهر عندي كجست. في حد انا ما ضفتوش؟ يا ريت كلنا نضاف. لحظه انا كده ضفت استاذه دعاء، مستر رأفت، مستر رباب، واستاذ شامل.
مين تاني معانا؟ انا مع حضرتك. حضرتك بعتي لي الايميل. طيب بعته لحضرتك على الواتساب. على الواتس؟ طب ما تبعته لي انا في الشات اسهل. مس غادة. طب يا مس غادة لو سمحتي، لو احنا مش في الميتنج ممكن يبعت لي الايميل على الواتس وانا اخده منه؟ يبعت لك الايميل على الواتس؟ لا هيبعت لك ايميل على الايميل بتاعك. او لو انت عندك، لو انت منزله التطبيق، لو انت منزله التطبيق وشغاله عليه على اللاب او على الموبايل، هيجي لك اشعار ان 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 شخص ما تم يعني اضافك كمعلم جوه فريق معين. انت على طول بتخشي بقى على الاشعار بتلاقي نفسك جوه الفريق. انا اللي بعمل الفريق يعني. هي قصد اللي هي تاخد الرابط، تاخد رابط الايميل من على الواتس. يا ريت يعني حضرتك لو تبعتوها لي اثناء الاجتماع ابعتوها لي على الشات، يعني ما تبعتوليش على الواتس عشان ايه مكان واحد بس استقبل منه. لو سمحت يا مستر غدا سجلتي ايميلي؟ مين حضرتك معايا؟ مستر عادل. ده استاذ عادل حضرتك ما بعتش؟ مستر عادل عبد الفتاح ابعت لك حضرتك على الواتس برضه. لا معلش ابعتولي على الشات. لو حضرتك على الموبايل ماشي، انا هقول لك. لو حضرتك قاعد على الموبايل عندك تحت كده في ثلاث نقط، او هيظهر لك علامه كده زي الورقه اللي هي التشات او المحادثه. ما عنديش انا فوق يا مستر عادل فوق. اعمل تاب على الشاشه كده هيظهر لك فوق البارتيسيبنتس والتشات. بالظبط بالظبط تمام. طيب استاذ احمد ممكن حضرتك تبعت لي ايميلك؟ طيب افترضنا ان انا مثلا في حد عايز يقول حاجه. معلش معلش يا مس غاده برضو، يعني عشان انا اعمل ادخل الناس معايا في التيم لازم اكون فاتحه الشات عشان اخد الايميلات بتاعتهم ولا لا؟ لا 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 ده السؤال بس. انت حضرتك دلوقتي احنا في الاجتماع عشان كده انا باخد من على الشات. لو انت عايزه تخش تدخلي ناس، انت دلوقتي على البرنامج بتاعك على التطبيق بتاعك بنفس الطريقه هتلاقي نفس هتلاقي عندك على التيمز بتاعتك او على الفرق بتاعتك فصل اسمه التعلم عن بعد فصل افتراضي. انت تقدري دلوقتي كاونر تضيفي ناس هقول لك ازاي. انا دلوقتي ضفت الناس اللي موجودين عندي، انا هضغط هنا كلوز وضفت الناس. انا عايزه ارجع طبعا اضيف الناس تاني من الثري اليبسز او النقاط دي، بقول له اد ممبر هنا، لو ضغطت على اد ممبر هيفتح لي الصفحه دي تاني. ابدا ان انا اضيف هنا ايه الناس اللي انا عايزها. وطبعا هنا بيظهر عندي كده ايه زي سجل كده ايه اللي تم على الفريق، مين ضاف مين هكذا، يعني سجل كده شامل لكل الايه لكل الاعضاء اللي انا ضفتهم. فلو انا ضغطت على النقاط دي وقلت له مثلا مانج تيم اداره الفريق، ممكن ان انا اضيف هنا الفريق. انا اسفه اقدر ان انا اضيف الاعضاء من هنا تاني. انا ضغطت هنا على الثلاث نقاط من مانج تيم ظهر لي الصفحه دي. اضغط هنا على اد ممبر اقدر ان انا اوصل تاني للايه للنقطه اللي هي بتاعت اضافه الاعضاء. طب في الحاله دي اجي اكتب اول حرفين مثلا او يبدا يظهر لي ولا لو هم على نفس الدومين؟ لو هم على نفس الدومين وحضرتك عارفه ان هم على نفس الدومين بتكتبي الاسم على طول. لو مش عارفاهم هتضطري بقى، لو هم على دومين مختلف هتضطري تعملي تايب لا للايميل كله كامل، يعني اكتبه ما ماخدوش كوبي يعني او كده. لو هم كوبي لو هو لو هو عندك كوبي بتكتبي عادي مفيش مشاكل خلاص كده. طيب خلينا هنا نشوف بقى الايه الاونرز. احنا قلنا ان انا ضفت مس دعاء عشان هي على نفس الدومين بتاعي، فظهر عندي ان هي ايه ان هي اونر، وادي صاحب الفريق اللي انشئ الفريق من الاول. انا ممكن هنا بالضغط على السهم ده اغير الصلاحيات بتاعتها. معلش مع المايك بس بعد اذنك. اغير الصلاحيه بتاعتها اخليها هنا ايه ممبر، ان هي تبقى ايه عضو. اول ما عملتها كممبر نزلت عندي هنا في الليسته الثانيه اللي هي الايه اللي هي الخاصه بالممبرز والجيستس. بظهرت عندي هنا ايه ادي الممبرز سواء على الدومين بتاعي او الجست اللي انا ضفتهم بايميلات مختلفه او بدومين مختلف. يعني يبقى انا كده اضفت الايه الاعضاء. ادي اول نقطه عندي في اداره الفريق. وطبعا ممكن نرجع للاعضاء تاني واغير الايه الصلاحيات بتاعتهم
تاني. طيب احنا قلنا ان انا ممكن ان انا اعمل دعوه. اقفل الصوت يا مستر لو سمحتي. اقفل الصوت. انا ممكن ان انا اعمل دعوه للاعضاء بطريقه تانية وطريقه ثالثه. الطريقه الثانيه ان انا عندي هنا رابط اقدر ان انا ابعته من جيت لينك تو ذا تيم من النقاط الثلاثه، اقدر ان انا ابعت رابط، الرابط ده ممكن الناس تنضم اليه بالايه، بس ده طبعا هينضموا مباشره لو هم على نفس الدومين، برضو لو هم على نفس الدومين هينضموا بالايه بالرابط بسرعه. فلو انا ضغطت مثلا هنا على جيت لينك تو تيم اهو بيديني لينك، اللينك ده باخده كوبي وبحطه بقى في واتساب مسج او في فيسبوك او كده وابعته للناس اللي هم اللي انا عايزهم ينضموا ليا بس هم على نفس الدومين. دي طريقه تانية لو انا عايزه اضيف اعضاء على الفريق بتاعي. طيب في طريقه ثالثه اللي احنا قلنا عليها بالكود، بجيبها منين الكود دي؟ من السيتنج اللي هو الضبط دي الاوبشن او التاب اللي هي خاصه بالسيتنج. لو انا ضغطت عليها كده بيظهر لي هنا مجموعه من الاوبشنز اللي انا اقدر اعمل منها سيتنج او ضبط للفريق من الداخل، يعني اللي منها التيم ثيم اللي هو الصوره، الممبر بيرميشنز اللي هي الصلاحيات الخاصه بالممبر، الصلاحيات الخاصه بالجيستس الضيوف، المنشنز، التيم كود. ادي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب فين بقى التيم كود؟ لو انا هضغط عليها كده بيقول لي هنا ان انت تقدر تعمل شير او مشاركه للكود ده مع الناس عشان ينضموا للفريق دايركتلي. You won't get join requests، يعني مش هتطلب او مش يعني مش هيبقى فيه ريكوست او طلب ان هم ينضموا، هينضموا مباشره من خلال الايه، من خلال الفريق ده او من خلال الكود ده. فين الكود؟ انا هضغط على كلمه جنريت هيظهر لي هنا الكود ده. ادي الكود بالنسبه لي، لو انا ضغطت هنا على فول سكرين ده اهي هيظهر لي هنا بالشكل ايه الكبير ده، واقدر ان انا ابعته في اي رساله انا عايزها للاشخاص اللي انا ايه يعني ايه معني بان هم ينضموا للفريق بتاعي. تمام كده. يبقى انا من غاده الشاشه مش باينه عندي يا مس غاده، مش باينه عند الكل ولا مش باينه عند حضرتك؟ ايوه باينه دلوقتي. لا باينه عندنا النت. النت مش هو النت بقى يا استاذ. طب ماشي شكرا. يبقى انا كده. طب انا لو عايز ابعت اللينك بتاع الميتنج بقى بطريقه ثانيه، اللينك بتاع الميتنج وعايزه ابعته زي ما انت بتبعتي لنا. انا هقول لحضرتك ازاي ان انا بعمل لينك وازاي بعمل تيم، ده هنقوله في اخر المحاضره باذن الله. طيب انا كده عملت ايه دعوه للاشخاص عشان ينضموا عندي للايه للفريق بتاعي. يبقى انا كده عملت اول نقطه من النقاط الخاصه باداره الفريق بان انا ايه عملت اضافه للاعضاء من هنا، او ان انا بعت الكود، او ان انا بعت اللينك. نكمل هنا الجزئية الخاصة بالسيتنج. برضو فيها بعض الحاجات، يعني الفان ستاف ان انت بتسمح بان الطلبة او الاعضاء الموجودين عندك ان هم يبعتوا ايموجيز او يبعتوا ميميز او يبعتوا جيسس او ستيكرز او كده، دي كلها اوبشنز انت بتسمحها او بتسمح بيها داخل الفريق بتاعك. مانج كلاس نوت بيس سيكشنز اند بريفرنسز اللي هي بتقدر تعمل إدارة للكلاس نوت بوك اللي احنا هنتكلم عنها بعدين إن شاء الله. التاجز طبعا اللي انت بتعمل تاجز لأحد الأشخاص، وده كله موجود عندي في الايه في السيتنج. يبقى ادي الممبرز بيظهر عندي فيه الأعضاء وبقدر أغير صلاحياتها. البندنج ريكوست لو أنا عندي هنا أي ريكوست معلق لناس عايزة تطلب الانضمام للفريق فبيظهر عندي هنا، وأنا بقبل ايه الدعوة هنا أو بقبل الريكوست أو الطلب بتاعهم. الشانلز اللي هي القنوات وهنجيلها دلوقتي حالا. السيتنجز اللي هو الضبط، ضبط الفريق، ضبط الاوبشنز او الصلاحيات او البرميشنز داخل الفريق. الاناليتكس اللي هو بيديني تحليل كامل للفريق، يعني ايه؟ يعني بيقول لي مثلا كام يوزر، التطبيقات اللي انت بتستخدمها كام تطبيق، الانجيجمنت يعني الاندماج جوه الفريق، كام شخص عمل بوست، كام حد عمل ريبلاي، كم حد عمل منشن، رياكشنز طبعا ما فيش اي حاجه كله زيرو لان احنا لسه ما عملناش اي رياكشنز داخل الايه الفريق بتاعنا لان هو يعني ايه جديد تماما يعني بالنسبه لنا. تمام كده. في اي مشكله في النقطه دي؟ طيب انا هرجع هنا للنقاط الثلاثه دي وابدا بقى اعمل الجزء الخاص بالايه القنوات. يعني ايه قنوات بقى؟ يعني ايه قنوات؟ خلينا نتخيل كده مع بعض ان احنا مثلا عندنا منصة تعليمية، المنصة دي بتشمل المدرسة كلها، واحنا عندنا مثلا مادة معينة، عندنا مثلا مادة اللغة العربية. انا عايزة اقسم المنصة بتاعتي دي الى اقسام او الى قنوات، يعني انا هسميها مثلا
اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي، فأنا هقسم هنا الشانلز أو القنوات بتاعتي. هل أنا هقسمها يعني وحدات؟ يعني لو مادة اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي هقسمها مثلا الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، فدي تقسيمة. لو أنا عندي مثلا زي منصة الإدمود وكده، إحنا كنا بننشئ فصل مثلا، فصل مادة العلوم الصف الخامس الابتدائي، أنا ممكن أسمي أو أعمل channels أو قنوات بأسماء الفصول، فصل خمسة أول، فصل خمسة تاني، وأضيف الطلبة داخل كل إيه، داخل كل قناة. طيب ده لو بشكل عام أو بشكل أكثر عمومية. طب لو بشكل أكثر خصوصية بقى بالنسبة لي، لو أنا عامل فصل افتراضي أو class team خاص بي أنا كمعلم والطلبة الموجودين عندي في الفصل، مختصر على ذلك، فأنا مثلا بعمل فريق باسم مادة اللغة العربية فصل أولى أول، وداخل القنوات بعمل تقسيمة كده للقنوات أو للتشانلز دي، بسميها مثلا اختبارات، بسميها واجبات، بسميها أنشطة، بسميها مشروعات، أو ممكن أن أنا أسميها الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، الوحدة الرابعة، وهكذا وفقا لما يتراءى ليا أو هدف الفريق بتاعي أنا عايز أقسمه بأي شكل. فهي تقسيمة مختلفة، الشانلز دي زي ما تكون كده سب تيمز فرعية منبثقة من الفريق الأصلي أو الأساسي. تمام كده؟ كان في حد بيسألني المرة اللي فاتت عن إيه هي القنوات أو إيه هي الشانلز، أدي الشانلز أو ده الهدف بتاعها. أنا عايز بقى هنا قبل ما انشئ قناة، أنا عايز أشوف بقى القناة الأساسية اللي هي دايما الفريق بتبقى موجودة فيه، اللي هي الجنرال أو القناة العامة اللي بتبقى موجودة وبتشمل على كل محتويات الفريق بتاعي. أبدأ أن أنا أعمل لها إدارة بقى بالشكل ده، فأنا هضغط هنا على جنرال، هضغط هنا على جنرال اللي هي القناة الأساسية بتاعتي. بيظهر عندي هنا مجموعة من التبويبات اللي هي البوستس، الفايلز، الكلاس نوت بوك، الأساينمنتس، وهكذا. أنا عايز دلوقتي في القناة الجنرال، بما أني أنشأت الفريق لأول مرة، أنا عايز بقى أبدأ أعمل بوست أو نشر أو منشور تعليمي يخص الفريق أو الفصل الافتراضي بتاعي. منين أعمل البوست؟ أنا ببقى واقفة هنا عندي على التابة اللي هي اسمها بوست، اللي موجودة في القناة الأساسية اللي اسمها جنرال، اللي موجودة في الفريق اللي هو اسمه التعلم عن بعد الفصل الافتراضي. بضغط ببساطة جدا على New Conversation أو Chat اللي هي عليها علامة القلم والورقة دي، هضغط عليها كده New Conversation. تمام؟ بيقول لي ابدأ بقى هنا ايه محادثة جديدة. ماليش طيب. انفرادة بس هي مش ظاهرة عندي، بس هي المكان بتاع الـ Start Conversation أو Conversation ده فين؟ ظاهرة Start تحت؟ لا عندها علم كده. هبدأ ان انا اعمل بقى conversation او محادثة هنا عندي. تمام، انا هنا عندي مثلا احنا قلنا ان انا بعمل بوست او منشور اعلاني، طبعا بيبقى تعليم، يعني مش مجرد ان انا هقول لهم السلام عليكم، ولو حتى هقول لهم السلام عليكم كنوع من من التعارف في البداية. فانا مثلا هكتب مثلا هنا اعمل بقى اول بوست للطلاب او اعمل بوست للزملاء او كده، فانا هقول مثلا طلابي الاعزاء، هكتب بقى بوست، وطبعا ايه بكون مجهز وعارف ايه المحتوى اللي انا هكتبه. تمام كده، طلابي الاعزاء مثلا هقول لهم اهلا، طيب انا هنا عندي كتبت الجملة دي. طيب اقدر اعمل ايه بقى جوه البوست؟ الامكانيات الموجودة عندي دي اقدر ان انا استخدمها في الدردشة العادية، لو انا بعمل دردشة عادية مع مع احد الزملاء، حتى ولو انا مش موجود جوه تيمز. احنا قلنا ان انا من خلال الشات ممكن اعمل الشات مع احد الزملاء او احد الاصدقاء. انا هنا بعمل شات داخل فريق، ودي بيميزها بعض الاشياء. لو انا ضغطت هنا على العلامة دي اللي هي فورمات او تنسيق، بيظهر لي طبعا مجموعة من التنسيقات. يعني أنا ممكن هنا add subject، مثلا أنا هسميه الإعلان الأول. عايز أعمل هنا بعض التنسيقات دي، طبعا كل الأدوات دي حضراتكم عارفينها في الوورد، البولد، الإيتاليك، وهكذا،
الهايلايتر اللي انا احط اغير فونت الكالر لون الخط او اغير حجم الكلام، يعني ممكن اغير هنا الحجم كده، طبعا بعمل له سيلكت فهو لارج او ميديوم او سمول، انا هخليه مثلا لارج بالشكل ده. دي كلها تنسيقات انا بستخدمها. الباراجراف ده برضو من ضمن التنسيقات، ان انا اعمل هيدنج باحجام خطوط مختلفه، او ان انا اعمل لو انا عامله فورمات فانا بعمل كلير للفورمات. هنا بعمل هي الاندنتيشن اللي هي الايه، ان انا اعمل يعني لو انا مثلا واقف هنا كده او هنا كده، ببدا ان انا ايه احدد او احرك الصف بتاعي يمين وشمال بايه بمستوى معين. ان انا ممكن اضيف هنا نقاط او اضيف نمبرز او اعمل كوتيشن يعني، او اعمل لينك. طيب لو انا عايز اعمل لينك لشيء معين، مثلا انا في الاعلان ده بقول لهم مثلا طلاب الاعزاء انا مثلا بكم في الفصل الجديد ونتمنى التوفيق الدائم لكم، مثلا هنا انا هكمل هنا الكلام. وهقول لهم مثلا انا عايزه ان انتوا تزوروا الرابط ده، انا عايزه اضيف رابط جوه الايه الاعلان بتاعي وليكن قناه اليوتيوب الخاصه بيا. فانا في الحاله دي هعمل ايه، هضغط هنا على insert link او اروح الاول على قناة اليوتيوب الخاصة بيا. انا هكتب هنا يوتيوب واقول لهم مثلا انا عايز اضيف رابط معين، انا عايزكم تطلعوا عليه جوه البوست او جوه المنشور بتاعي، وليكن مثلا هنا انا هختار القناة بتاعتي اهي، او هختار فيديو معين او اي رابط انا عايز احطه. وليكن مثلا انا هاخد الرابط بتاع الفيديو ده اهو كوبي، وهروح للفريق بتاعي تمام كده، وهضغط هنا على insert link. ده في حالة لو انا عايز اضيف لينك جوه البوست او جوه المنشور بتاعي. text to display يعني اكتب هنا مثلا مثلا الدرس الاول، لو انا عايز اعمل رابط للدرس وعايزهم يطلعوا عليه داخل ايه العنوان بتاعي. وهنا هنا الادرس كوبي وهقول له هنا كنترول في واقول له انسرت. هنا كتب لي كلمه الدرس الاول وعمل لي هنا ايه هايبر لينك عليها. يبقى انا جوه البوست كتبت ونسقت وعملت لينك وعملت حاجه كتيره جدا. يعني انا ممكن هنا بالضغط على المور اوبشنز دي او النقاط دي كمان اقدر ان انا اضيف جدول. يعني ممكن اعمل جدول هنا اهو، لو انا نزلت هنا بعد كلمة الدرس الاول انتر، انا كده جوه البوست جوه المنشور بتاعي. لو انا ضغطت هنا على النقاط دي ممكن ان انا انسرت تيبل او ادخل تيبل الجدول بتاعي مكون من قد ايه، من كام عمود، من كام صف، وهكذا. وابدأ اكتب بقى ايه لو انا عايز اكتب محتوى معين داخل الجدول، هقول له مثلا الفصل الاسم العنوان اي بقى ايه اي محتوى انا عايز اضيفه جوه الجدول بتاعي. يبقى انا كل ده عملته داخل الايه البوست بتاعي. طيب كمان من هنا اقدر ان انا اضيف اتاتش. يعني ايه اتاتش؟ يعني ارفع. ايوه اتفضلي. هو حضرتك ضغطتي على التضمين وبعدين عملنا الرابط ولا اصلا ما خدتش بالي؟ حاضر. الرابط الرابط انا بيبقى معايا رابط. بصي حضرتك انا بيبقى معايا رابط معين، انا مثلا ثانيه واحده انا هجيب هنا اي موقع مثلا بوك كرييتور البرنامج اللي احنا شرحناه مثلا بوك كرييتور اهو تمام. هاخد الرابط ده كوبي كده خلاص وانا في التيم اهو، وانا في التيم وعايز احط الرابط ده جوه البوست او المنشور بتاعي، بضغط هنا على insert link وبعد كده ابدا هنا اكتب insert link اللي هي ابدا اللي اكتب ابدا اكتب التكست اللي هيظهر عندي على اللينك، وهنا اقول له ايه لصق. يبقى هو جاب لي هنا الرابط، انا عملت بضغط على insert او ظهر عندي اهو، بيظهر عندي اهو هايبر لينك. الكلمه بقت هايبر لينك بالظبط، بتبقى هايبر لينك تمام خلاص. بس ظهر معايا برضو القناة مثلا انا حطها، اللي مثلا حطة بتاعت اليوتيوب، ظهر عندي اللينك او ايقونة اليوتيوب وعرض معينة لهذا الارتباط عند استخدام التطبيق، فانك توافق على كلمة الكلمة دي. حضرتك بقى انت حضرتك في الحالة دي عملتي كنترول في على طول جوه البوست، ما عملتيش أيوه. هايبر لينك صح؟ لا عملت، لا ضغطت على اللينك وحطيت كلمة قناتي
وحطيت العنوان اللي هو اللينك اللي انا خدته. اليوتيوب انت ممكن يكون عندك في الاوبشنز اللي تحت يوتيوب هنا، انا ما عنديش موجود عندي هنا في الاوبشنز بتاعتي، فظهرت عندك الفيديو كما لو كان مفتوح امبيدد ظاهر يعني. تمام مفيش مشاكل عادي بتظهر برضو لو هي يوتيوب تمام كده، لكن عشان انا ما عنديش اليوتيوب هنا في الادوات فما ظهرتش عندي. تمام خلاص كده. طبعا في عندي الاندو والريدو اللي هو ايه، ان انا عايز اعمل تراجع عن الخطوه الاخيره او اعيدها مره اخرى، ده كله في الايه في الفورمات. خلاص يبقى كل دي ادوات للفورمات. من هنا من علامه الاتاتش انا ممكن اعمل اتاتش ارفق فايل جوه البوست، يعني كل ده موجود هنا ايه جوه البوست. فانا لو انا في البوست مثلا كاتبه للطلاب، انا هكبر الخط هنا عندي، هكبره هنا خليه مثلا ميديوم، وهكتب مثلا ارجو من الطلاب الأعزاء الاطلاع على هذا الملف. تمام كده. وعايز أعمل إرفاق لملف معين بقى، مثلا عايزاهم يطلعوا عليه جوه البوست، واجب، شرح درس، مش عارف إيه. بنفس الطريقة هضغط هنا على الأتاتش، بيقول لي بقى أنت عايز تعمل أتاتش منين. أتاتش منين؟ من ملف على الجهاز بتاعك، من على جوجل درايف، من على دروب بوكس، او من على الوان درايف. كل بقى ايه ملفات التخزين السحابي او خدمات التخزين السحابي بتظهر عندي، سواء جوجل دروب بوكس او وان درايف. لو انا ضغطت هنا على الوان درايف مثلا بيظهر لي كل الفايلز او الفولدرز الموجوده عندي على الوان درايف، ابدا اخد منها الملف او اعمل بيك للملف اللي انا عايزه، وابدا ان انا احطه ايه او ارفقه عندي هنا. ممكن اعمل هنا ارفاق لملف من على الجهاز بتاعي لو هو جاهز عندي اوتوماتيك على الجهاز بتاعي، وكل ده انا اقدر اعمله برضو على الموبايل. برضو الموبايل بيسهل لي حاجات كتيره. برضو لو انا مثلا عايز احط صوره معينه، مثلا اي صوره انا مجهزه هنا للتدريب، انا هاخد مثلا البي دي اف ده، الملف البي دي اف ده انا عايز ارفقه. اي نوع من انواع الملفات بتظهر عندي هنا وببدا ان انا ايه ارفقها، بتبدا ايه تعمل تحميل. كل ده موجود عندي في البوست، مفيش اي مشاكل. طيب ايه كمان اقدر احطه في البوست؟ ممكن اعمل ايموجيز، صور، ممكن اعمل طبعا دي طبعا ايه مش هنتكلم عنها لان معروفه. ممكن اعمل في الستيكرز بالشكل ده، لو طالب مثلا يعني عمل حاجه معينه او عمل منشور مميز او اتكلم كلام كويس على فيما يخص المحتوى بتاعي، فانا عايز احط له ستيكر، فده بعمله في الريبلاي. ممكن اعمل هنا جيفز اللي هي الصور المتحركه وهكذا، بس هي طبعا مش ظاهره عندي هنا. ممكن ان انا ارفق ملف من الستريم. الستريم ده زي اليوتيوب كده، برنامج على اوفيس 365 خاص بالفيديوهات، بالفيديوهات بتاعتي اقدر ان انا ايه اتعامل معاه كما لو كان على اليوتيوب، بس خاص بمستخدمي اوفيس 365، اسمه ستريم. ممكن من هنا اعمل بريز. يعني ايه اعمل بريز؟ يعني زي ما انا قلت لحضراتكم هنا، لو طالب عمل حاجه معينه ممكن اديله بادج معين، ممكن يعني اشجعه بشكل ايه معين، اقول له مثلا انت شجاع، انت اوبتيمال يعني مميز، انكلوسيف، عملت حاجه يعني انكلوسيف يعني عايز اقول ايه، انت 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 يعني انجيجد او مشترك معانا، اوسم، حاجه لطيفه. كل ده اقدر ان انا احطه عندي على الايه على البوست بتاعي. ومن هنا برضو ممكن اعمل ويذر، ممكن اعمل احدد البليسز المكان بتاعي، ممكن اعمل بحث في بينج في نيوز. كل دي طبعا اوبشنز كتيره. ممكن اعمل بول. يعني ايه بول؟ بول يعني مثلا انا بستطلع راي الطلبه في شيء معين، انا درست لهم حاجه معينه، بعمل لهم ايه سؤال سريع، يعني مثلا انت موافق ولا لا وهكذا. ممكن اضيف لهم فورم كمان، ممكن اضيف لهم اختبار من الفورمز اللي حاضر معايا قبل كده. الفورمز اقدر ان انا احط لهم اختبار هنا. ممكن احط لهم اوبشنز تانية، ممكن احط لهم تطبيقات تانية جوه البوست. انا هنا بقى هضغط على سن، انا مكتفي هنا بان ده الاعلان بتاعي. طيب هل انا عايز ان الطلبة ترد على الاعلان ده او ترد على البوست ده؟ نقف بقى عند النقطة دي. ممكن من الاوبشن ده بيقول لي everyone can reply. everyone can reply يعني ممكن كل الناس تقدر ان هي ايه ترد على الايه على البوست ده. بعمل هنا تيك. طيب لو انا عايز انا بس والمودريتورز اللي هم الاونرز، اللي هم الاونرز يقدروا ان هم يربلايوا او يردوا، بعمل الاوبشن ده. طيب لو انا عندي اكتر من فصل، بدرس اكتر من فصل وعايز اعمل نفس المنشور لعدد من الفصول، عايز انشر نفس المنشور بنفس محتوياته لاكتر من فصل، هل انا بقى هدخل جوه كل فريق
وابدا اعمل الكلام ده، لا انا بعمل البوست بنسقه وبحط كل الماده اللي فيه وبضغط هنا على بوست ان مالتيبل شانلز. يعني ايه بوست ان مالتيبل شانلز؟ يعني عايزه انشر نفس بالظبط، عايزه انشر نفس المنشور على ايه، على قنوات او على تيمز مختلفه. فانا بضغط هنا على سيلكت شانلز بيفتح لي كل التيمز اللي انا عاملها او اللي انا انشاتها، وطبعا بيقول لي انت عايز تنشئها في الايه، في الجنرال، وعايز تضيفها في اي قناه. بختار القناه اللي انا عايزه اضيفها فيها واقول له هنا ابديت. يبقى اصبح عندي هنا البوست ده هيتنشر في القناه اللي اسمها جنرال على الفريق التعلم عن بعد، وفريق تاني على قناه اسمها جنرال. وهضغط هنا على ايه، سند او بوست او نشر. تمام. وهضغط هنا ايه على بوست. اصبح ظهر هنا عندي البوست اهو، تقدروا حضراتكم حتى ايه تردوا عليه، تردوا عليه. يعني اللي منكم دخل في الفريق او انضم جوه الفريق يقدر يرد عليه دلوقتي. تمام. اللي ممكن يرد ممكن يعمل بقى اللايكس دي والايه والعلامات اللي هي بتظهر عندي دي، اللي هي الرياكشنز دي اهي. ممكن يقدر يعمل الكلام ده، او من الثري اليبسز دي او النقاط دي. انا بالنسبه لي هنا ممكن احفظ ده كرساله، ممكن اعمله تعديل، ممكن امسحه، ممكن اعمله مارك از ريد، ممكن اخده كوبي، اخد منه نسخه كوبي لينك، او اشيره على الاوتلوك، او اترجمه، او اظهره بالاميرسيف ريدر. والاميرسيف ريدر ده من ضمن الاوبشنز اللي هو القارئ الذكي، حضراتكم سمعتوا عنه قبل كده اكيد، يعني استخدمتوه قبل كده. ايوه. او ان انا اعمل تيرن اوف للنوتيفيكيشنز، اي حد يبعت لي رد على اي على البوست ده هيعمل لي تيرن اوف للايه نوتيفيكيشنز، وفي مور اوبشنز هنا. فده البوست جديد الريدنج دي. تمام. اللي القارئ التلقائي. ايوه القارئ الذكي اللي هو القارئ الذكي. تاني اهو من النقاط الثلاثه دي ممكن اوصل هنا للاميرسيف ريدر. لو انا ضغطت عليها كده هيبدا يجيب لي الكلام او النص ده ويقراه لي بقى بايه، بطريقه القارئ الذكي دي. هنقولها في مره ثانيه برده عشان ايه، يعني ما نخرجش بره الموضوع. تمام كده. ده بالنسبه لي الايه البوست. طيب لو انا ضغطت هنا على نيو كونفرزيشن تاني، ممكن ان انا اعمل البوست بتاعي بشكل تاني. يعني بدل ما هو بالشكل ده ابيض كده في اسود، ممكن ان انا اقول له ايه، لا اعمله لي كشكل اناونسمنت، كشكل اعلان. فبيديني ايه يعني كنوع من لفت الانتباه او كده، ان يكون البوست بتاعي بعنوان معين. مثلا هقول له مثلا الاعلان عن المسابقة الشهرية لأفضل قصة مثلا، يعني فأنا هعملها بالشكل ده. طيب من هنا أقدر أن أنا أختار باك جراوند، سواء صورة المايك بس يا جماعة، سواء صورة أو أن أنا أضغط على illustration دي وأعمل له تجميل بقى أو شكل معين زي ما حضراتكم شايفين هنا. وفي عندي أشكال مختلفة أقدر أن أنا إيه استخدمها، فيظهر عندي مثلا بالشكل ده. واضيف عندي هنا الايه المحتوى اللي انا ضفته زي البوست الايه السابق بالظبط بنفس الطريقه. خلاص. علامه الاد دي بيقول لي ان انا ممكن اعمل منشن اللي هو ذكر او لشخص معين، ودي طبعا كلنا عارفينها سواء في اليوتيوب او في التويتر او فيسبوك او كده. اقدر ان انا اعمل منشن لشخص معين، او اقدر ان انا اعمل منشن للتيم كله. يعني لو انا قلت منشن تيم، هعمل هنا منشن لكل الفريق، اهو ظاهر هنا اسم الفريق كله. او ان انا اعمل منشن لناس معينه مثلا جوه الفريق، فانا اقول مثلا هعمل منشن لمس دعاء، بمجرد ما كتبت اسمها ظهر عندي الايميل بتاعها، فانا عملت هنا منشن لمس دعاء على اساس ان انا ايه عايز الفت نظرها ان البوست ده مهم بالنسبه لك انك تبصي عليه، وهكذا. ده بايه، بالضغط على شيفت وعلامه الاد بيظهر علامه الايه الاد دي اللي هي المنشن يعني او الذكر ان انا اذكر شخص معين. ده بالنسبه للايه للبوست بتاعتي. طيب انا هتوقف لحظه وهطلب من حضراتكم تنضموا للفريق بتاعي. لو حد جاله اشعار يا ريت ينضم، لو حد ما بعتليش الايميل بتاعه يا ريت يبعت لي، عشان احنا هنعمل جزء عملي دلوقتي كلنا هنشتغل فيه، وهوري لحضراتكم ازاي. يا ريت حضراتكم تبعتوا لي الايميلات بتاعتكم. انا هرجع للتشات اهو.
مس هيام. طيب جزاك الله خيرا مس هيام، الايميل بتاعك ده مظبوط يا استاذه هيام؟ طيب انا هضيف هنا استاذه هيام، هنرجع تاني للثري اليبسز مانج تيم، احنا بنراجع مع بعض اهو، اد ممبرز، واضيف هنا مس هيام، هي تي 1 فهضيفها هنا كايه كجست استاذه هيام اد. تمام، في حد تاني يا جماعه؟ يا ريت كل اللي موجودين معايا في الاجتماع يبعتوا لي الايميل بتاعتهم. استاذ سعاد شكرا جزيلا. انا مش عارفه ارسل لك الايميل. طيب بص يا مستر ابعته لي على الواتس. ماشي ابعته لي على الواتس مش مشكله. انا بضيف هنا استاذه دعاء، استاذه سعاد اهي. سعاد اهلا بيكي. تمام. طيب انا عايزه بقى الناس تدخل كده على الـ التيم وتبدا كده تتفاعل. انا هروح كده على الجنرال قناه اللي هي اسمها جنرال، وهروح في البوست واشوف كده في ناس ردت بقى على البوستس ولا لسه. في ناس لسه ما ردتش. انا ما وصلتنيش اضافه يا مس غالي. بعت الايميل. طب لحظه. حاضر حاضر. مين؟ استاذ رافض بقى حضرتك عشان انت على دومين مختلف، فايه حضرتك هتروح على الايميل بتاعك، هتلاقي دعوه مني تقبلها. طب انا على الجروب بتاعنا بعت ازاي ان انت تقبل الدعوه كعضو او كجسم. هو في غلطه في الايميل عشان كده ما وصلش حاجه. بدا الاثنين مخليها واحد. هو الكود بتاع حضرتك صح كده؟ لا الاثنين مخليها واحد. طب بص حضرتك، هو في ظهر عندي كده الكود بتاع حضرتك 235-0270؟ لا 0170. قولي تاني. 253-50 170 170 على تي 2 هو ده؟ تي 3 على تي 3 هو ده اللي ظهر ده؟ اه. طيب ده كده بالظبط؟ ماشي هضيفك اهو. حضرتك بقى هتروح على الايميل بتاعك، هتلاقي رساله مبعوته مني تقبلها. الايميل استاذه دعاء اهي، استاذه سعاد ردت اهي على البوست. يا مس غادة ارسلت لك الايميل بتاعي. تمام على الواتس. طيب استاذه منال، هاخد بقى الايميل بتاع استاذه منال. استاذه منال على نفس الدومين. طيب تمام هضيفها. وصل لحضرتك؟ هشوف حالا. استاذ عادل تمام لحظه. الشخص بعت لي الايميل بتاع كده صح مظبوط. طب يا مس ارد اقول ايه؟ الرد عباره عن ايه ولا احنا نرد وخلاص يعني من البوست يعني؟ لا انت بس انت كده جوه الفريق، انا بس بطمن ان حضرتك جوه الفريق مفيش اي مشاكل. تمام كده مين رد معانا؟ هبص كده في الجنرال، هروح على الجنرال، هروح على البوست كده. مس سعاد ردت اهي. تمام استاذه سعاد ردت وحطت صوره كمان. تمام يا ريت كلنا بقى نحاول ايه ندخل على التيم ونرد. طيب استاذه الهام انا هضيف استاذه الهام وبعدين بقى ايه نروح للجزء العملي اللي هنشتغله دلوقتي. الهام استاذه الهام راجع معايا كده الكود 19
8204 اللي هو ده لغة إنجليزية صح كده؟ بس إلهام تمام مظبوط كده مظبوط تمام خلاص ماشي تمام. أنا ضفت حضرتك أهو, حضرتك هيجي لك إشعار بقى على التطبيق بتاعك سواء أنت بقى فتحة على الويب أو فتحة على الحساب بتاعك على التيمز بتاعك الموجود عندك على اللاب أو قاعدة على الموبايل, هيجي لك إشعار بس تقبليه هتلاقي نفسك جوه الفريق خلاص. طيب كده أنا من خلال القناة اللي اسمها جنرال عملت البوست وإيه ويعني وأضفت الناس والكلام ده كله والناس بدأت ترد وتتفاعل إيه معايا. طيب أنا عايز بقى في الفايلز بقى أبدأ إن أنا إيه لسه أنا بكمل بقى إدارة الفريق, أنا عايز بقى إيه أحط الملفات أو المحتوى بتاعي من التابة اللي اسمها فايلز. لو أنا ضغطت عليها بالشكل ده هيظهر عندي حاجة اسمها أو فولدر كده اسمه class materials اللي هو إيه class materials من اسمه بالإنجليش معناها المواد المادة الخاصة بالفصل أو المحتوى الخاص بالفصل. الكلاس ماتيريالز ده لو انا ضغطت عليه انا كاونر للفريق انا بس اللي اقدر ان انا ايه ارفع فيه فايلز ان انا اعمل فيه ابلود فايلز او انشئ فايلز جواه, لكن الطالب يقدر ان هو يطلع عليه فقط, يبدا يطلع عليه فقط. فانا ممكن جوه الكلاس ماتيريالز ده هضغط على ابلود فايلز وابدا ان انا ايه ارفع بقى الايه الفايلز اللي انا عايزها هنا, وليكن مثلا انا اعمل لهم ملف معين درس معين وهكذا, ابدا ان انا ايه ارفعه عندي في الكلاس ماتيريالز ده هضغط عليه اوبن كده هيبدا ايه يتفتح لي هنا. يبقى دي الفايلز وجوه الكلاس ماتيريالز اللي هي الماده العلميه اللي انا ببدا ارفعها جوه الايه جوه الكلاس بتاعي. ابدا ارفع بقى كل الشغل اللي انا عايز الطالب يطلع عليه, مثلا انا هرفع هنا الايه البرزنتيشن اللي انا كنت شغاله معاكم فيها دلوقتي اللي هي اشتغلنا بيها في بدايه التدريب مثلا, انا هحطها هنا على الديسكتوب في تيمز. ادي الملف اهو اهو او هنا على الديسكتوب لحظه اهو, وابدا ارفع بقى الماده العلميه اللي انا عايزها جوه الكلاس ايه جوه الكلاس ماتيريالز. طب معلش الجزئيه دي تانية يا مس غاده لو سمحتي. حاضر انا دخلت هنا في الفايلز لحظه واحده في الفايلز اي كلاس ماتيريال فايلز وبعدين ابلود انا ضغطت هنا في الفايل تاني هرجع باك في الفايل تمام. اول ما دخلت على فايلز لقيت فولدر كده معمول لي اوتوماتيك باي ديفولت جوه اسمه ايه اسمه كلاس ماتيريال. اي فايل انا هرفعه جوه الكلاس ماتيريالز ده بنوع الكلاس موجود عندي بس في التيم اللي هو نوع الكلاس مش موجود في اي نوع من انواع التيمز الثانيه اللي احنا قلنا عليه. اي فايلز انا هرفعها جوه الكلاس ماتيريالز هي للاطلاع فقط, يعني الطالب يقدر يطلع عليها ما يعدلش فيها اه يقدر يعمل لها داونلود لكن ما يعدلش فيها وهي مفتوحه اوبن. يعني انا ممكن افتح الملفات دي جوه تيمز, ممكن افتح الملف البي دي اف ده جوه تيم, ممكن افتح الصوره دي جوه تيم مش شرط ان انا اعمل لها داونلود وابدا ان انا افتحها. فجوه الكلاس ماتيريال ده المدرس بيبدا يرفع كل الماده العلميه بتاعته تظهر عندي هنا في الفايلز ويبدا الطالب يطلع ايه يطلع عليها. طيب من هنا اقدر ان انا ايه بالضغط على نيو يعني ممكن اعمل فولدر جديد, ممكن اعمل ملف وورد, ممكن اعمل ملف اكسل باوربوينت ون نوت وهكذا تمام. انا دلوقتي هطلب من حضراتكم انا هرجع لفايلز تاني هرجع لفايل عايزه بقى ابدا مع حضراتكم نعمل فايل ملف وورد ونبدا ان احنا كلنا نشتغل فيه كلنا نشتغل فيه. طب ده هينفع دخل هينفع على من على التليفون هينفع من ينفع. على التليفون ينفع اه نشتغل في ملف واحد كلنا هنشتغل في ملف واحد يا مس كلنا هنشتغل في ملف واحد. انا عايزه اوريكم ازاي يقدر الطالب والمدرس يقدر ان هو يشتغل جوه الايه جوه الفايلز دي مع بعضهم. انا هضغط هنا على نيو وليكن مثلا ملف وورد, انا هضغط على ملف وورد دوكيومنت ده وهسميه مثلا هسميه نيو
new file for نخليها بالعربي، هقول له ملف جديد للتشارك مثلا. ملف جديد ليه؟ ملف للتشارك. للتشارك خلاص. وضعت هنا على الكرييت كده، المعلم انشأ فريق للطلبة، يبدأ هنا يعمل لي كرييت للفايل ده، وتقدر الطلبة دلوقتي تدخل على فايلز. هي دلوقتي حضراتكم كده جوه الايه، جوه التيم اللي هو اسمه تعلم عن بعد، خش جوه الفايل وهتلاقوا ملف جديد اسمه ملف للتشارك اهو، فتح عندي. عايزه بقى الناس حضرتك تحطها جوه الكلاس ماتيريال. لا مش جوه الكلاس ماتيريال، انا عاملاها بره. هو ما ظهرش لسه. تمام انا هرجع تاني باك اهو، اهو انا جوه انا بره الكلاس ماتيريالز، انا هنا اهو، ادي ملف التشارك وانا هضغط عليه اوبن افتحه، وعايزه حضراتكم تحاولوا كده تخشوا معايا فيه، ولا لو حد واحد او اتنين. طب الناس اللي هي على نفس الدومين، الناس اللي دخلت كجست الدومين لا مش شرط على نفس الدومين. على نفس الدومين هيبقى اسهل بالنسبه لي، بس مش شرط يكون على نفس الدومين. بس ممكن حضرتك لو دخلتي جست وقبلتي الدعوه ودخلتي التيم عن طريق ان بقيتي جست، مع حضرتك انا معايا تعاون معايا. انا مع حضرتك ما معيش غير ملف بي دي اف من او صوره بي دي اف من 14 دقيقه حضرتك حطاه، والكلاس ماتيريال والصوره اللي انا حطاها من حوالي دقيقه، دول اللي موجودين عندي في الفايل. طيب حاولي كده تخشي من على اللاب وجربي. من اللاب؟ من على اللاب كده هنا علاب. طيب جربي حضرتك داخله بدومين ايه؟ لا انا داخله تي 1. ما حضرتك تي 1 هتقدري برضو تعدلي معايا، حاولي كده. طيب انا دلوقتي عرفت اوصل للفايل وفتحته. تمام. بس طالب مني ان انا اعمل يبقى ما عندي وورد تقريبا، بس انا ما عنديش، مش عارفه الحق اسطبه ولا اصلا السيشن هيخلص. قاعده على اللاب على الموبايل صح؟ على الموبايل. يا مس غدا. نعم. بعد اذنك انا جاي لفوق في شريط اللي جنب الصوره بتاعتي اللي هو ام او تيتشر تي و2، ده اللي هو المفروض حضرتك صح؟ طب يعني مش انا بس، انا ضيفه عليك. انت ضيفه عندي. طيب مفيش، ما ظهرليش لسه. طيب نحاول كده اي حد من حضراتكم على نفس الدومين حتى ودخل يبدا يخش على الملف ده كده ونجرب. مين يا مس؟ ايوه مش انا كده متاخره شويه، انا هيك بعرف معايا. بصي حضرتك لو حضرتك قاعده على اللاب هيبقى سهل بالنسبه لك، على اساس بقى كل البرامج موجوده معاكي، انما الموبايل هيبقى شويه محدود. احنا قلنا الدخول على الموبايل يخليكي تشوفي بوست، تخليكي تشوفي تبعتي حاجه، الكلام ده كله امكانياته محدوده شويه، لكن برضو بتقدري تشتغلي عليه، لكن مش في كل الحاجات. ممكن مثلا مس دعاء دخلت معانا، مس سعاد هي دخلت، ممكن حضرتك يا مس سعاد تخشي لو حضرتك قاعده على لاب او على موبايل حتى، منزله بقى الوورد عندك، برنامج الوورد على الموبايل هيشتغل. مس غاده انا دخلت فعلا، المفروض اعمل ايه؟ المفروض تعملي ايه؟ هتروحي عندك على التيمز عادي. يعني انا دخلت اعمل ايه في الملف الوورد اللي حضرتك بعتيه؟ انا فتحت. دخلتي في الملف؟ فتحتيه؟ ظهر عندك كلمه السلام عليكم. في الملف السلام عليكم. حلو. ممتاز، يعني انت موجوده. ابداي اكتبي اي حاجه، انا عايزاكي تكتبي اي حاجه، خشي واكتبي. طب لو دوسنا عليها ميس غاده يعني ما ظهرتش اللوحه أوه. اللي اكتب عليها. ايوه شكرا. ظهر مين؟ ظهر مس منال اهي، اول حد يتفاعل معانا على الفايل. اكتبي يا استاذه منال، انا عايزاكي تكتبي. ظهر عندي هنا على الشخص اللي قام بانشاء الملف ان منال زيدان بدات ايه؟ تكتب على الملف. اهي استاذه منال بتكتب، انا رباب جميل. ممتاز. رباب دخلت. تمام. وتقدر تعمل بقى تستخدم كل ادوات الايه التنسيق الموجوده عندها هنا، تعمل بولد، تعمل ايتاليك، تعمل. احنا هنا بنتشارك على ملف غاده. مس غاده على فكره الفايل ما ظهرش عندي غير لما انا انشات فايل من هنا، يعني عملت واحد جديد وكتبت فيه كلمه وخرجت منه لقيت الملف بتاع حضرتك. مش مشكله، المهم انه ظهر. ايوه تمام. طب انا مفيش
معايا مش رباط بيكتبهم. ما فيش عندي غير السلام عليكم بس، يبقى انا كده ما عنديش البرنامج الكتابه يعني. لا انا ما ظهرتش معاكي بقى. جربي اعملي كليك واكتبي بقى. جربي. ما بعمل كليك، ما فيش يا زهاده، انا بيديني السلام عليكم بس. في حد كتب اهو. تمام. بس هو للاسف انا مش شايفه اي كتابات هي السلام عليكم بس اللي عندي. ماشي حضرتك لسه ما دخلتيش الملف. هو يعني مش قادره توصلي. مكتوب ملف جديد للتشارك. ايوه اضغطي عليه بقى افتحيه. السلام عليكم كده. انا ظهر عندي الكلام يا جماعه. استاذنكم كده احنا بنوصل الفكره. احنا بنوصل الفكره حضراتكم. بعد كده ممكن تجربوا تشوفوا. نجرب على اللاب بقى. تجربي بقى على اللاب. او في حد بيكتب اسمه تدريب ممتاز. شكرا مس رباب تقريبا اللي بتكتب. غيرت هنا الخط بتاعها خليته احمر وهكذا. انا ممكن كمان واحنا بنكتب احنا بنشتغل على نفس الملف ننسق طبعا. ولو انا ضغطت على كلمه conversation هنا بيفتح لي هنا ايه ان انا اعمل نوتس، ابدا اتكلم مع الناس اللي هي بتشتغل معايا على الملف وابدا اعمل ايه يعني محادثه بيني وبينهم وبتظهر عندي كل الكلام ده كله. طبعا في اوبشنز كتيره جدا جوه ملف الوورد. الوورد ده اونلاين امكانياته طبعا بتختلف عن الوورد الموجود اوف لاين. تمام. انا كده وصلت معايا الفكره. شكرا. حد حط صوره. يبقى انا هنا جوه الفايل عملت ملف اقدر كل الطلبه تشتغل على الفايل ده وتتشارك معايا. اتفضل حضرتك. قول لحضرتك بعت رساله سلام عليكم وصلت عندك؟ اكيد وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين؟ اول الموبايل دوت على اول مره يعني. على البوست. ثانيه واحده حضرتك بتقول بقى في البوست استاذ عادل مش كده؟ عادل. تمام. استاذ السلام عليكم النهارده عندك؟ اشوف اهو. انا بعت صوره. تمام. هشوف كده استاذ عادل مع حضرتك. لو ظهرت لكم كلكم ماشي بقى. انا مش عارفه هي ظهرت عندي ولا لا. هي المفروض كانت هتظهر بس كلمه السلام عليكم كلمه السلام مش موجوده عليكم. تمام. تمام. يبقى احنا هنا من الفايلز هنا قدرنا ان احنا ننشئ ملفات وننشئ ملف اقدر ان انا اشتغل عليه وايه واتشارك واشتغل مع بعض يعني يكون طلبه كلهم بيشتغلوا مع بعض في نفس الايه في نفس التوقيت. وصل البوست. نعم. وصل البوست عندك؟ مش عارفه. لا انا مش شايفاه يا استاذ عادل. انا شايفه استاذه رباب بعت صوره واستاذه دعاء بعت رد على البوست اللي انا بعتاه واستاذه سعاد. طب انا حتى الصور اللي بعتها ما ظهرتش برضو يا مس غاده، يعني في سبب لكده؟ بعت صور بس ما فيش حاجه شفتها انا وبعدين اختفت. جربي مس دعاء اهي كاتبه رساله كلنا نرد بقى عليها. مثلا انا هعمل لها رد اهو واعمل لها لايك كده او اعمل لها ريبلاي. مش دلوقتي منشورات خلاص وابدا ان انا ايه اشكرها مثلا ابعت رد يعني على الرساله بتاعتها. تمام. يبقى هنا في البوست بعت وتفاعلت. في الفايلز قدرت ان انا اعمل ملف واتشارك عليه. طيب الصوره بتاعت لا خلاص. طيب في اي نقطه في الجزئيه دي؟ تمام. نيجي بقى هنا لنقطة تانية. احنا هيبقى لينا نقطتين في الاجتماع بتاعنا اللي هو ازاي ان انا انشئ قناة وازاي ان انا اعمل اجتماع. اولا عشان اعمل قناة بقى احنا قلنا القنوات دي اللي هي سب شانلز او سب تيمز فرعية داخل الايه الفريق الاساسي بتاعي. من الثري اليبسز دي ان انا اقدر اعمل مانج تيم منها واقدر اعمل اضافة القناة واضيف عضو وكل الاوبشنز اللي احنا قلنا عليها. اقدر ان انا اضيف هنا ايه قناه او تشانل. احنا مسمين هنا التعلم عن بعد ده الفريق بتاعنا. لو انا ضغطت هنا على اد شانل بيبدا يقول لي بقى انت عايز تسمي القناه بتاعتك ايه. بما ان احنا بنتكلم عن التعلم عن بعد فانا مثلا هسميها اول قناه خاصه بيا هسميها مثلا الايه مثلا انا هسميها افكار جديده او مواقع هامه. خلينا نسميها مواقع هامه بالنسبه لنا احنا كفريق. الديسكريبشن بتاع القناه انا بكتب هنا ان هذه القناه
خاصة بإيه؟ بمجموعة من القنوات. تمام كده؟ هنا بقى النقطة المهمة، أنا عندي هنا القنوات دي أقدر إن أنا أعملها عامة لكل الناس، بحدد هنا الخصوصية بتاعتها، البرايفسي بتاعتها، الستاندرد بتاعتها إن هي accessible to everyone، إن أي حد جوه الفريق يقدر يخش القنوات دي. يسلم. تمام؟ أي حد جوه الفريق يقدر إن هو إيه؟ يدخل جوه القنوات دي. طيب لو أنا عايز أعملها برايفت بقى، برايفت يعني أنا بخص بيها أشخاص معينين، يعني الناس الموجودين في التيم ما يشوفوش القناة دي، فلو أنا ضغطت هنا على ستاندرد وقلت له اعملها لي هنا برايفت، يبقى هي خاصة بناس معينين. أنا هنشئ دلوقتي قناة ستاندرد يعني الناس كلها تقدر تدخل عليها، وسميتها هنا مواقع هامة. هيبدأ يعمل لي هنا أد للشانل دي أو للقناة دي، فأنا سميتها هنا إيه؟ مواقع هامة. جوه القناة في عندي مجموعة من التابس اللي منها البوست، يعني أنا ممكن أعمل بوست يخص المواقع الهامة جوه التيم اللي هو اسمه التعلم عن بعد، وممكن أرفع ملفات خاصة بالمواقع الهامة جوه الفريق اللي هو اسمه التعلم عن بعد. يبقى أنا هنا عاملة هنا قنوات فرعية داخل الفريق، وأنا بقسمها حسب الإيه المحتوى بتاعي أو حسب الهدف بتاعي. وهنا ممكن أعمل نوتس. هنا بقى النقطة دي، أنا دلوقتي عايز في مواقع هامة أحط مجموعة من المواقع اللي بتهم الناس أو الأفراد أو الطلاب الموجودين في هذا الفريق اللي موجودين في القناة دي. بالضغط على علامة البلاس دي أو علامة التاب دي، جميلة جدا، نركز مع بعض. لو أنا ضغطت عليها أد أتاب، أنا ممكن هنا زي ما قلت لحضراتكم أضيف برامج، مش شرط إن أنا أخرج بره برنامج مايكروسوفت تيمز عشان أوصل للبرامج دي. أنا ممكن أضيف مجموعة كبيرة جدا من البرامج، منها الستريم، منها الباوربوينت نفسه، ممكن اشتغل جوه الباوربوينت، ممكن اشتغل جوه الوان نوت، اشتغل جوه الفورمز وهكذا. طب لو انا عايز اوصل وصول سريع لاحد المواقع اللي بتهمني، فانا بضغط هنا على ويب سايت مثلا، انا عايز الطالب يوصل لموقع اسمه خلينا مثلا خلينا نقول بانسي، الموقع اللي هو اسمه بانسي، موقع من المواقع الخاصة برضو ب تصميم الدروس وتكنولوجيا التعليم والكلام ده كله. فانا هكتب هنا بانسي، انا هجيب الرابط الاساسي للموقع اهو بانسي. تمام حضراتكم معايا؟ بانسي انا عايز الموقع ده يظهر على طول جوه التيم، يظهر على طول جوه الفريق بتاعي. هاخده كوبي بنفس الطريقة وهروح على التيم بتاعي وهضغط هنا. طيب نرجع تاني، انا عايز احط الموقع اللي هو اسمه بانسي مواقع هامة كموقع هام، هضغط على علامة البلس، هضغط على ويب سايت. تمام هسمي هنا اسم الويب سايت اللي انت عايزه ايه، بانسي، ده اللي هيظهر عندي، ده هيظهر عندي في التابس من فوق، وهعمل هنا بيست للايه للرابط بتاعي واضغط سيف. حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا. يا ترى ايه اللي حصل؟ شفتوا بقى ايه اللي حصل؟ انا عندي هنا بانسي الموقع ذاته ظهر عندي بكل التابس بتاعته بكل محتوياته، يبقى انا مش شرط ان انا اخرج بره التيم واجيب الرابط. طيب بما اننا في قناة اسمها مواقع هامة، انا عايز اضيف موقع اخر، بالضغط على علامة البلس عايز اضيف تمام. موقع تاني اسمه ايه؟ موقع مثلا ويكلت، كل دي مواقع، انا عايز الموقع ده كوبي، انا باخده اهو وهروح للفريق بتاعي، هضغط على ويب سايت تاني واقول له انا عايز الويكلت، عايز ويكلت يظهر عندي هنا، هنا اهو عملت له لصق وقلت له سيف، ظهر عندي جنب بانسي تابة تانية اسمها ويكلت. يبقى انا ممكن من الجزئية دي اوصل للايه للمواقع الخاصة بيا، مش شرط ان انا اخرج بره برنامج مايكروسوفت تيمز. يبقى انا جوه القناة اللي اسمها مواقع هامة جوه الفريق اللي هو اسمه التعلم عن بعد اللي بيخصنا، عملت قناة اسمها مواقع هامة واضفت فيها ايه هي المواقع الهامة. ممكن اضيف فايلز بقى تشرح المواقع دي، ممكن اضيف اي حاجة خاصة بالمواقع الهامة اللي انا ايه ضفتها او اللي انا عملتها. في اي سؤال في النقطة دي؟ تمام. طيب يبقى انا هنا بسرعة كده عملت ادارة للفريق، اضفت اشخاص، اضفت قنوات، عملت بوست، عملت فايلز، رفعت فايلز، وانشأت قنوات وحطيت فيها ايه
روابط، حطيت فيها مواقع، حطيت فيها اي شيء انا عايزه. كمان اقدر ان انا اضيف هنا من الثري اليبسز دي، اقدر ان انا اضيف قناه ثانيه وثالثه ورابعه، اقدر ان انا اسمي الفصل بتاعي او اعمله سب فايلز كده او سب يعني سب تايتلز. لو الفصل مثلا الصف الخامس اللغه العربيه، فانا مثلا عايز اعمل قناه خاصه بالفصل الاول، عايز اعمل قناه خاصه بالقصه، عايز اعمل قناه خاصه بالاختبارات، عايز اعمل قناه خاصه باي شيء، ببدا ان انا ايه انشئها هنا. واحنا قلنا ان من البرايفسي هنا بقدر ان انا اعمل يعني قناه خاصه لاشخاص معينين جوه التيم، الاشخاص دول بس هم اللي يخشوا جوه القناه ويشوفوا المحتوى بتاعها، لكن باقي الافراد الموجودين على التيم ما يقدروش ان هم يخشوا على الايه على القناه دي. تمام كده؟ في اي سؤال في لحد النقطه دي مع حضراتكم؟ تمام. معلش اتفضلي اتفضلي يا مس. اي مس غاده. ايوه مس غاده معاكي. بمنع ازاي الناس اللي انا مش عايزاهم يدخلوا ويشوفوا التشانل بتاعتي؟ حضرتك قلتي فيه برايفسي، بدوس تمام. عليها بس ما ظهرش بقى اسماء ناس اشيلهم او اخليهم او كده. لا ما حضرتك بقى المفروض مثلا انا هنشئ قناه ثانيه اهي، انا هوريها لحضرتك دلوقتي. انا هعمل اد شانل وهسميها مثلا خاصه بالمعلمين او تيتشرز اونلي، مثلا هسميها تيتشرز اونلي، معلمين فقط. خلاص هخلي البرايفسي بتاعتها برايفت خاصه واضغط على نيكست. طيب بيبدا يضيف لي القناه، قبل ما بيضيف لي القناه بيقول لي ضيف الناس اللي انت عايزهم يكونوا موجودين جوه القناه دي. فانا قلت ان هما تيتشرز اونلي، فانا هضيف هنا معلمين فقط، مثلا هضيف حضرتك بس. فدلوقتي مس دعاء بس، وحضراتكم هتاكدوا لي المعلومه دي، مس دعاء بس او مس سعاد بس، او انا ضفت مس دعاء ومس سعاد في القناه اللي هي الخاصه اللي هي اسمها تيتشرز اونلي. مس سعاد ومس دعاء بس هما اللي يقدروا ايه يخشوا جوه القناه دي ويشوفوها. شفتوا علامه القفل اللي حصلت دي اللي موجوده عندي على القناه؟ يبقى القناه دي خاصه بس بالافراد دول. الناس الموجوده على القناه، الناس الموجوده على التيم، تاكد لي اذا كان كلهم شايفين التيمز اونلي غير مس دعاء ومس سعاد ولا لا. ايوه هما بس. يبقى مس دعاء ومس سعاد لا احنا مش شايفين، مش شايفينها. مس هبه عارفه ما تقدرش تشوفها لان انا ما ضفتهاش. انا ممكن اعمل حاجه تانية برضو في القناه، ممكن ان انا اعمل لها هايد، اخفيها يعني، مش ما تبقاش ظاهره بالنسبه للناس، وممكن ارجعها تاني يعني. لكن البرايفس دي بتحكم فيها هنا بان انا اخلي قناه خاصه مثلا لشيء معين لاشخاص بعينهم، مش عايزه كل الطلبه تخش في القناه دي يعني بشكل او باخر حسب الاداره اللي انا عايز اعملها للفريق بتاعي او للتيم بلاس بتاعي. يبقى انا اضفت قناه، قناه عامه وقناه خاصه. تمام. والحاجات اللي انا عملتها في القناه الاولانيه اللي هي مواقع هامه دي هتظهر عندي في البوست. بصوا كده بيقول لي هنا ان الشخص ده قام باضافه التاب ده، بيظهر عندي هنا في الايه في البوستس الموجوده في القناه دي. تمام تمام. طيب هيبقى عندنا جزء جوه الاجتماع بتاعنا النهارده اللي هو ازاي ان انا اعمل اجتماع. نكمل ولا نعمل ستوب لحد هنا؟ سؤال بس يا مسلم. اتفضل. نكمل سؤال. المشاركه بتاعتي مش ظاهره كصوره زي بقيه الصور يعني. ايه السبب؟ حضرتك يعني لان حضرتك ضيف مش 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 لا هي ظاهره عادي. مش ظاهرة عندك الصورة؟ مش عارفة يمكن الصورة فيها حاجة بقى. مش ظاهرة عندي. الصورة اللي هي. أنهي صورة يا أستاذ رأفت؟ اللي هي قدام اسمي دي آخر حاجة، آخر مشاركة. ما مش موجودة عندنا كمان. طب اعمل ريفريش كده أو شوف تاني، يعني ممكن يكون في مشكلة في النت أو حاجة، إنما هي ظاهرة عندي هنا. لا هي مفتوحة. أنت عاملها أتاتش؟ أيوة. عاملها أتاتش يا أستاذ رأفت صح؟ مش مفتوحه عشان سكرين شوت. ايوه استاذ عادل اتفضل.
من فضلك عايز تكتب الايميل بتاعك في الجروب دلوقتي. عم افندم قول لحضرتك ثاني بس مش سامعه. بقول لحضرتك شوف الايميل بتاعي في الجروب اللي انا ارسلته. انا ضفته. وحضرتك اضفته تاني هنا حطيته على الشات. استاذ عادل اهو. طيب تمام شكرا جزيلا استاذ عادل. هضيفك عينيا حاضر. هضيفك تاني اهو. لحظه واحده يا مس. حاضر معاكي لحظه واحده. انا هضيف استاذ عادل هنا اهو. هضيفه بقى تيتشر كمعلم هنا اهو. استاذ عادل محمد لغه انجليزيه. ضيفتك كده استاذ عادل. تمام. عفاف يا مس. عفاف العدوي يا مس. عفاف العدوي فين؟ هي بعتاه؟ انا بعته لك على الواتس. ما انا ضفته مش استاذ عفاف اللي هي 2000 موجوده. كان ايه؟ عفاف العدوي هو موجود اهو على الواتس. طيب انا ضفت استاذ احمد. طيب ثواني. طيب خلينا بقى نكمل اخر جزئيه في الاجتماع بتاعنا النهارده. اخر جزء هياخد مننا بس 10 دقائق اللي هو ازاي ان انا اعمل اجتماع بقى على تيمز بقى. ازاي اعمل اجتماع؟ طيب انا ممكن اعمل الاجتماع بتاعي باكتر من طريقه. اولا في عندي فوق هنا كده حاجه اسمها ميت. لو حضراتكم شايفينها هنا كده لو انا في الفريق بتاعي عايز اعمل لقاء او ميتنج سريع مع الطلبه وانا متفق معاهم ان هم هيكونوا مثلا موجودين الساعه الفلانيه في الوقت ده هعمل معاهم ميتنج على طول. فانا بالضغط هنا على ميت يا اما هعمل ميت ناو. ميت ناو يعني ايه؟ يعني هعمل لقاء سريع دلوقتي. او ان انا اعمل سكيدول ميتنج يعني اعمل ايه جدول الاجتماع. يعني احدد الاجتماع ده مثلا هيكون بكره هيكون الساعه كذا. خلينا نختار كلمه سكيدول ميتنج. هي مش هتختلف كتير عن ميت ناو بس هي بالنسبه لنا ايه افضل واحسن يعني. فلو انا ضغطت هنا على سكادول ميتنج جدوله اجتماع هيظهر لي بالشكل ده. اولا انا هسمي الاجتماع زي ما حضراتكم كده بتخشوا على الاجتماع وبتلاقوني مسمياه بدياله اسم. مثلا احنا كان الاجتماع بتاعنا النهارده اسمه مايكروسوفت تيم سيشن 1 فانا هسمي المره دي مثلا اسم الاجتماع مايكروسوفت تيمز سيشن 2 مثلا وهكذا. هنا بيقول لي add require attendees يعني انت عايز الاجتماع ده يحضره ناس معينه ودي optional بس انا بفضل ان انا اعملها لان هي بتسهل حاجات كتير بعد كده. فانا مثلا هضيف الاستاذه دعاء مش دعاء مثلا وهضيف الاستاذه سعاد محمد صح كده وعايزهم دايما يكونوا معايا في الايه في الميتنجز بتاعتي. انا عايز اعمل الاجتماع بتاعي امتى؟ يوم ايه؟ النهارده 28 لا انا عايز اعمله يوم 30 مثلا او يوم 31. فانا بحدده وبحدد التاريخ هنا بقول له مثلا اعمله لي يوم 29 اللي هو بكره. طيب الساعه كام؟ انا عايزه يبدا الساعه كام؟ يبدا هنا الساعه هو عامل لي هنا الساعه اللي هي ال 24 اورز اللي هو الساعه ال 24 ساعه. فانا مثلا عايزه هنا يبدا الساعه مثلا 18 اللي هي الساعة 6 تمام. طيب ينتهي الساعة كام؟ هينتهي الساعة كام؟ ينتهي مثلا الساعة 23 اللي هي الساعة 11 تمام كده. يبقى هيبدأ من الساعة 6 ينتهي الساعة ايه 11. طيب يبقى هو 5 ساعات فقط في يوم 29 سبتمبر تمام. هو حتى كاتب لي التاريخ اهو والايه والتوقيت. دو نوت ريبيت يعني ايه؟ انا مش عايزه يتكرر مره واحده بس في اليوم ده وخلاص ماشي. عايزه يتكرر ديلي يعني بدل ما اعمل الاجتماع كل يوم انشئ رابط كل يوم كل يوم. لو انا مثلا عايز اعمل اجتماع مع الطلبه اسبوعي عايز اعمله يومي عايز اعمله شهري في يوم معين فانا بحدد التاريخ وبقول له عايزك تكرره لي كل يوم كل اسبوع كل شهر كل سنه ولا ايه بالظبط التكرار يعني. وهنا بيقول لي ان انا هنشئ لك رابط للاجتماع ده جوه الفريق اللي هو اسمه التعلم عن بعد الفصل الافتراضي في القناه اللي هي اسمها الجنرال اللي احنا قلنا عليها القناه العامه اللي بيظهر فيها كل الاشعارات او كل البوستس الخاصه بالايه بالفريق.
خلاص كده. وهنا في الجزئيه دي بكتب مثلا اجنده الاجتماع او كده وهكذا يعني. مثلا كده يعني خلاص. وبضغط هنا على ايه؟ على سن. لو انا رحت للقناه اللي اسمها جنرال هيظهر عندي اشعار بين مدير الفريق عمل ايه؟ اجتماع، عمل اجتماع. لو انا ضغطت بقى هنا على الاجتماع كمان مره، انا دلوقتي عملت الاجتماع ده للاشخاص اللي موجودين عندي في الفريق. لا، السؤال بتاع ميس دعاء جه اهو، انا عايز اعمل رابط للاجتماع يحضر بيه كل الناس، مش شرط الناس الموجودين في الايه؟ في الفريق. نركز بقى. طب هعمل النقطه دي ازاي؟ ببساطه جدا، انا بقف هنا على الجزء اللي هو بيقول لي جوين مايكروسوفت تيمز ميتنج. حضراتكم شايفين الشاشه جوين مايكروسوفت تيم، هضغط عليها بالشكل ده. اول ما هضغط عليها واقف عليها كده، الجزء اللي هو هنا ده اللي هو بيقول لي انسرت لينك هيتنشط، هيبقى نشط، فهضغط عليه بالشكل ده. وادي رابط الاجتماع، ادي رابط الاجتماع، تمام كده. طب انا مش عايزه اعمل كده، بالضغط انا واقف هنا كده هو على الكلمه دي، كليك يمين عليها واقول له ايه؟ كوبي لينك. كوبي لينك، يبقى انا هاخد الرابط ده ابعته للناس بقى اللي عايزهم يحضروا عندي ايه؟ على الاجتماع. يبقى انا كده انشات اجتماع، سميته كذا، حددت التاريخ والوقت بتاعه، كتبت فيه الاجنده المعينه، وخدت الرابط بتاعه وبعته. طيب يبقى جزء صغير كده احنا ايه يعني بنهتم بيه كمعلمين. لو انا جوه الاجتماع وعايز انا بس اعمل بريزنت، عايز انا المحاضر بس، انا المعلم وانا اللي عايز ايه اعرض، مش عايز الطلبه تعرض معايا، في عندي جزئيه هنا بتظهر بعد ما بدخل على الاجتماع مره ثانيه اسمها ميتنج اوبشنز. لو انا ضغطت عليها ميتنج اوبشنز دي بيفتح لي تابه ثانيه بيديني بعض الاوبشنز الخاصه بالميتنج ده. ايه هي الاوبشنز دي؟ هتظهر معايا، هيقول لي هنا هو كان باي باس ذا لوبي، يعني مين اللي يدخل اللوبي؟ اللوبي ده اللي هو زي ساحه الانتظار كده. لو انا ضغطت هنا بيبول ان مار اورجانيزيشن، الناس بس اللي موجودين في المنظمه بتاعتي هم اللي يقدروا يخشوا على طول، ولا كل الناس تدخل على طول؟ يعني ايه كل الناس تدخل على طول؟ لو انا عامل اجتماع وعايزه الطلبه بدل ما ايه كل شويه يخبطوا على الباب ويدخلوا، يخبطوا على الباب وانا افتح وادخل، افتح وادخل. ايوه بالظبط، هي نفس الفكره، اسيب الباب مفتوح. فانا بعمل ايفري وان هنا عشان الناس تدخل ايه؟ اوتوماتيكلي. ده في حالي لو انا عايزه ادخل الناس، مش عايزه اتعب نفسي وارهق نفسي بان انا اعمل ادميت او اكسبت للناس اللي بتدخل. لو انا عايز احددها هقول له اونلي مي، يعني انا بس اللي ادخل الناس، فاعرف مين اللي دخل واسمح له بالدخول. او ناس ان انا ايه تراستد بالنسبه لهم، يعني هم بالنسبه لي ناس ايه تراستد يعني او موثوق فيهم. تمام؟ الاوبشن الثاني اللي هو ان هو بيعمل لي اعلان لما الناس بتدخل او بتغادر الاجتماع. لما الناس بتدخل فيه صوت كده زي الايه الخبط كده التنتن بتظهر كده بسمعها الناس بتدخل. فانا لو عايز اعمل ده بلغيه، او لو انا عايزه يفضل بس بخليه اكتف او نشط. يعني هو كان بريزنت بقى، مين اللي يقدر بريزنت؟ ايفري وان، الناس كلها تقدم وتفتح الفيديوهات وتفتح وتعمل، ولا اونلي مي انا بس اللي اقدم؟ في حاله لو انا عايز اكون المحاضر الوحيد في الاجتماع بقول له ايه؟ اونلي مي، وبضغط هنا على سيف. تمام كده؟ يبقى انا كده انشات الاجتماع بتاعي. ابدا ايوه الصوت راح يا مستر. ابدا اخد الرابط بتاعي من هنا كده، بقف على الكلمه دي اللي هي جوين مايكروسوفت تيم كوبي لينك، كليك يمين كوبي لينك واخد الرابط بتاعي. طب البريزنتر انا بحدده ازاي؟ البريزنتر يعني انا بحدد، يعني انا خليت نفسي بريزنتر ازاي؟ ولغيت ان حد يخش يتكلم او يبقى حاضر معايا. طب ازاي انا بحدد مثلا مستر رأفت وبحدد مستر غادر؟ سؤال كويس. انا دلوقتي انا رجعت للصفحه اللي هي فيها الميتنج واللي فيها موجود حضراتكم، بروح هنا عندي على الشات، انا ممكن اسمح لاي حد من حضراتكم دلوقتي ان هم يعمل بريزنت. لو حضراتكم شايفين هنا في الحاضرين ان انا الاورجنايزر والباقيين ايه؟ حاضرين. انا مثلا مين من حضراتكم قاعد على لاب او على موبايل؟ يعني مش مشكله قاعدين. مين مثلا؟ انا هخلي الاستاذ احمد. انا
يبقى هو البريزنتر. فانا بدي له هنا الامكانيه اقول له ميك ا بريزنتر، انا هعمل ميك ا بريزنتر، يقدر هنا استاذ احمد يعمل شير للايه للسكرين بتاعته يبقى ويبريزنت، يقدر يعرض. فهو ممكن يجربها يعني قدامكم دلوقتي. يعني حضرتك فتحت الشات، فتحت ايه؟ انا فتحت الاتند اللي هم الحضور، فتحت الشات. ايوه الحضور على ولا الحضور بقى، فتحنا الحضور. الحضور الحضور اهم دول حضور اهم بحدد بقى. لو انا لو انا عامل في الميتنج اوبشن بتاعتي ان انا بس اللي حاضر وغيرت رايي اثناء الاجتماع، بدي السماحيه لاي حد هنا ان هو ايه ان هو يقدم. يعني دلوقتي استاذ احمد طلع من الميتنج من الاتنديز هنا بقى ايه بقى بريزنتر بالنسبه لي، فهو يقدر ان هو يعمل شير هنا لايه للديسك توب بتاعه. ومن هنا كمان اقدر ان انا ايه اعمل ميوت اول، يعني يعني اعمل ميوت اول للصوت، يعني اتحكم اكتم الصوت على كل الموجودين، او ان انا اكتم الصوت على ناس معينه. مثلا لو حد فاتح المايك هنا زي استاذ رباب مثلا، انا هستاذنك اعمل لك هنا ميوت، فالاستاذ رباب هنا ايه كتمت لها الصوت ايه المايك بتاعها، او ان انا اعمل لها ايه هي تفتح بقى بعد كده. لكن في اوبشن ظهر جديد ان انا ممكن اعمل ميوت لكل الاشخاص وما يقدروش ان هم يفتحوا المايك بتاعهم. يبقى انا اديت هنا السماحيه للاستاذ احمد ان هو يعمل شير للايه للسكرين بتاعته. تمام، ممكن هو يجرب دلوقتي. تمام يعني ممكن هو يجرب قدامكم يعمل شير مثلا للسكرين لو هو في حاجه عايز يعرضها. تمام، انا مثلا هخلي الاستاذ رأفت هنا اخليه بريزنتر، هو هغير الحاله بتاعته ان هو يقدر يقدم. ظهر عندي هنا استاذ رأفت في البريزنترز او في العارضين. طيب خلينا نتكلم سريعا كده قبل ما نقفل على الادوات الموجوده فوق دي. من هنا اقدر ان انا اعمل شير للسكرين بتاعتي، اقدر ان انا اعمل شير لحاجات كتيره جدا. انا هقفل كده الشير وهفتح تاني الشير وهعمل لكم شير مثلا لصوره معينه انا هفتحها. انا هعمل شير هنا تاني اهي، هعمل شير للسكرين كمان مره. تمام تمام، هنا طبعا ممكن ان انا اقفل الصوت، افتح الكاميرا، ارفع ايدي، اكتب لو اوصل للشات هنا وابدا اكتب رساله، اشوف مين الحاضرين معايا هنا. كل دي ادوات موجوده عندي هنا ايه في الميتنجز بتاعي. وطبعا اهم نقطه ان انا اتحكم في الاعضاء الموجودين معايا، ان انا اتحكم في الميكروفون، اعمل مين بريزنتر مين مش بريزنتر وهكذا. طبعا من الجزئيه دي اقدر ان انا اليف الميتنج، اترك الميتنج خالص. ولو انا الاورجنايزر ممكن ان انا اعمل اند للميتنج، يعني ايه يعني اقفله وكل الناس تخرج مره واحده. فدي طريقه تانية من طرق ان انا اخرج بيها بره الاجتماع. في من المور اوبشنز هنا النقاط دي لو انا ضغطت عليها كده بيظهر عندي هنا الديفايس سيتنج، اللي هي لو انا عايزه اظبط الكاميرا واظبط الصوت بتاعي، ان انا اظهر ميتنج ديتيلز او بعض التفاصيل الخاصه بالاجتماع. لو كل الناس فاتحه الكاميرا بيظهر عندي شكل اللي هو شكل الناس اللي قاعدين في الكراسي ده، اللي هو التوجذر مود، يعني كاننا في فصل واحد في مكان واحد. ودي برده من ضمن الاوبشنز الجديده الموجوده في مايكروسوفت تيمز. وبرده اللي هي رفع اليد دي برده من الاوبشنز الجديده. اقدر ان انا اغير الباك جراوند لو انا فاتح الكاميرا، ممكن ان انا اغير الباك جراوند بتاعتي، انا مش هشتغلها دلوقتي. ممكن ان انا اعمل لايف كابشنز، يعني ايه يعني لو انا اتكلمت بلغه معينه بيظهر هنا كلام مكتوب، يعني بحول السبيتش تو تكست. لو انا ضغطت عليها هنا كده المفروض ان هي بتظهر عندي هنا في الجزئيه اللي تحت دي اهي، شايفين؟ لو انا اتكلمت باللغه الانجليزيه، هاي ايفري ون، اي هوب ذات the meeting is okay for you and everything is clear. شايفين الكلام اللي بيظهر عندي هنا؟ طبعا انا بتكلم عربي، بس هو طبعا ما بيقراش العربي، ما بيفهمش العربي، لكن he can understand the English. شفتوا؟ when I speak in English ناس بتتكلم اهي اهي، انا بظهر الكلام اللي انا بكلمه بيظهر، في ناس كمان بتظهر بيظهر الكلام بتاعها. So what do you think of the meeting today? I hope it is fine for you. طب الناس دي مين؟ الموجودين في الاجتماع اللي حضرتك عامله لهم بريزنت. رباب اهي، رباب بتتكلم. اتكلمت والله. انت بتتكلمي اهو، اتكلمي اي انجلش فهيظهر عندك هنا. هو طبعا ما بيقراش العربي، ما بيفهمش العربي، لكن بيحول العربي لانجلش. فده اللايف كابشن هنا.
اللايف كابشن ده هنا بيفيدنا في ايه؟ لو اشخاص مثلا اللي هم الديسابلد او المعاقين او كده بيبقى يعني اوبشن مناسب بالنسبه لهم، هم مش سامعين الكلام فالكلام بيبقى مقروء بالنسبه لهم. تمام، دي اوبشن جديده برضو جميله جدا داخل مايكروسوفت تيمز. طبعا انا هقفل بقى الايه اللايف كابشنز دي، هعملها تيرن اوف. من الثري من ثري اليبسز دي اقدر ان انا اعمل ريكوردنج، اقدر ان انا افتح الدايل باد اللي هي المكالمه الارقام يعني اللي انا ممكن اعمل اتصال تليفوني منها وهكذا. وطبعا دي الاوبشنز اللي احنا عرضناها وشرحناها، ومن هنا طبعا بقدر اعمل الشير. احنا كده اتكلمنا في حاجات كتيره جوه مايكروسوفت تيمز، اتكلمنا ازاي انشئ فريق، ازاي انشئ قناه، ازاي استخدم الملفات، ازاي ارفع ملفات، ازاي ان انا اعمل ميتنج. ان شاء الله في الجلسات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم ازاي ان احنا نعمل واجبات ونبعتها للطلبه ونصححها جوه برنامج مايكروسوفت تيمز، واشياء اخرى ان شاء الله. اتمنى يكون التدريب يعني مفيد بالنسبه لكم، ولو في حد عنده اي استفسار مع بعض. تسجيل الميتنج، تسجيل الميتنج هيروح على الستريم. هعمل ستوب ريكوردنج دلوقتي، هعمل ستوب ريكوردنج وهبعت لحضراتكم كل التسجيل. شكرا جزيلا. لا لا طيب انا بس انا بس